اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. تودي ان شاء الله هناخد ليسون 3 اللي بعنوان الريليشن بتوين ذا تو روتس اوف ذا سكند ديجري ايكويشن اند ذا كوفيشنتس اوف ايتش تيرمز. لما نيجي نبص على العنوان بتاع الدرس هنستنتج ان احنا هنتعرف على علاقات جديده ما بين الروتس والايه والكوفيشنتس. طيب هيجي حد يقول لي امال احنا يا مستر ايه اللي احنا كنا بناخده قبل كده في الجنرال فورميولا؟ الجنرال فورميولا كانت بتربط لي الروت الواحد بالاي والبي والسي. يعني لو عندي الاي والبي والسي اللي هي الكوفيشنتس اقدر اجيب التو روتس. اول واحد كان بيجي ازاي؟ كان بياخد البوزيتيف ساين اللي كانت في القانون بتاع الجنرال فورميولا، والتاني كان بياخد النيجاتيف ساين. يبقى ده روت وده انذر روت. هنتفق مع بعضينا من دلوقتي ان التو روتس دول هيبقى ليهم اسم متعارف عليه في الشغل بتاعنا. يعني الروت ده هنسميه ال والروت ده هنسميه ام. يبقى لما نيجي بعد كده نتكلم عن الروتس هقول كده الروت ال والروت ايه والروت ام. طيب ايه الجديد في الدرس بتاعنا؟ ايه الريليشن الجديده؟ الدرس بتاعنا النهارده هنعرف ريليشنز لاوبريشنز ما بين التو روتس وبعضهم والكوفيشنتس. ايه هي الاوبريشنز اللي هنعرف الريليشنز بتاعتها؟ هنعرف السم بتاع التو روتس ايكوالز ايه، وهنعرف البرودكت للتو روتس ايكوالز ايه. يبقى علشان نفرق الريليشنز اللي في الليسون ده عن الريليشن بتاعت الجنرال فورميولا، الجنرال فورميولا بتربط لك الروت الواحد سواء ال او ام بالكوفيشنز، لكن انا الدرس ده هربط ال بلس الام بالكوفيشنتس وهربط ال تايمز الام بالكوفيشنتس. طيب لما نيجي نشوف ال بلس ام از ريليشن بتيكوالز ايه عن طريق الكوفيشنتس اعمل ايه؟ نجيب الاثنين دول كده نعمل لهم سم. ال اهو والام اهو. لما اجي اعمل لهم سم التو ايه عندي كومن دينومينيتور، وعندي الترم ده هيروح مع الترم ده عشان عندي هنا بوزيتيف ساين وعندي هنا نيجاتيف ساين، يبقى معايا فوق نيجاتيف 2b ديفايدد ال 2a، ال 2 تروح مع ال 2 يبقى نيجاتيف b اوفر ال a. ومن هنا نطلع باول ريليشن هنشتغل عليها ان السم بتاع ال 2 روتس هيكوالز نيجاتيف الكوفيشنت بتاع ال x اللي هو نيجاتيف b ديفايدد الكوفيشنت بتاع ال x سكويرد اللي هو ال a. طيب الريليشن الثانيه اللي عندي في الدرس هعمل ايه؟ هنشوف ال l تايمز ال m ايه علاقتها بالكوفيشنتس بتاعت الايكويشن؟ اوصل لها ازاي؟ اعمل ال تايمز الام. طيب 2a تايمز 2a ب4a سكوير مفيش فيها مشكله. طب ده تايمز ده يديني ايه؟ زي ما انتم شايفين ده يعتبر ديفرنس بتوين تو سكويرز، دي الفكه بتاعتها. عندي هنا تو تيرمز دول زيهم بالظبط، والاختلافات عندي في الميدل ساين، هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. ده يديني ايه؟ يديني الفيرست سكويرد اللي هو نيجاتيف بي سكويرد اللي هو تديني البي سكويرد. الكلام ده ماينس السكند سكويرد. السكند سكويرد اللي هو الترم اللي تحت الروت ده هيبقى بي سكويرد ماينس 4ac. هنوزع النيجاتيف هنا وهنا يبقى هيديني بي سكويرد ماينس البي سكويرد، والنيجاتيف تايمز النيجاتيف يديني بوزيتيف 4ac. طيب ده كده هيروح مع ده كده، يبقى معايا 4ac ديفايدد 4a سكويرد. 4 تروح مع ال 4 والاي دي تروح مع السكوير ده، نوصل بالعلاقة لـC over الA. يبقى العلاقة التانية اللي عندنا في الدرس النهاردة إن البرودكت بتاع التو روتس اللي هو الـ L تايمز الـ M عبارة عن الـ absolute term اللي هو الـC divided الـ coefficients of الـ X squared. هو ده الدرس بتاعنا النهاردة. الدرس بتاعنا النهاردة بناخد علاقات جديدة بتحكم لي حاجتين، بتحكم لي السم بتاع التو روتس بالـ coefficients بتاعت الـ quadratic equation، والعلاقة التانية بتحكم لي برضو البرودكت بالكوفيشنتس بتاعت الكوادراتيك ايكويشن. لما نيجي نختصر العلاقتين دول هنقول كده، أول علاقة عندي إن ال L بلس ال M اللي هو السم بتاع التو روتس هيكوالز نيجاتيف B أوفر A، والعلاقة التانية إن ال L M أو البرودكت بيكوالز C أوفر ال A. طبعا دي كده ودي كده الاتنين لازم يتحفظوا. تعالوا مع بعضينا نشوف اكزامبل 1. بيقول لي without solving the equation يعني من غير ما نطلع ال L وال M find the sum and the product of the two roots of each of the following equations.
يبقى انا هتعامل دايركتلي مع الاي والبي والسي. طيب يلا نعرف الاي والبي والسي. هنا الاي بكام؟ الاي عندي هنا ب 2. طيب البي بكام؟ البي عندي ب 5. والسي عندي، السي عندي بنيجاتيف ال 12. يلا نجيب السم. يبقى انا عندي ال بلس ال ام بتيكوالز ايه؟ نيجاتيف بي اوفر الاي. ناخد بالنا السم بشتغل مع الاي والبي، والبرودكت بشتغل مع الاي والسي. دي هتفيدنا في نوعيه تانية من المسائل جايه قدام شويه، لازم نركز في الحته دي. يلا نعوض. نيجاتيف بي يعني نيجاتيف 5 ديفايدد الاي يبقى ايه؟ ديفايدد 2. يبقى انا عندي السم ايكوالز نيجاتيف 5 اوفر 2. طيب البرودكت ال تايمز الام ايكوالز ايه؟ ايكوالز سي اوفر الاي اللي هيديني الاتش. نيجاتيف 12 ديفايدد كام؟ ديفايدد 2 اللي هي نيجاتيف ال 6. المساله اللي بعديها لازم نجيب السايد ده هنا، ان انا عشان اشتغل على الايكويشن واعرف الاي والبي والسي لازم تيكوالز 0. يبقى انا عندي هنا 6x سكويرد الكلام ده ماينس 11x الكلام ده ماينس 10 ايكوالز 0. الاي عندي بتيكوالز 6، البي عندي نيجاتيف 11، السي عندي نيجاتيف الايه؟ نيجاتيف 10. يلا نجيب السم. مش لازم اكتب ان السم اوف ذا تو روتس ايكوالز، على طول لما اكتب ال بلس الام احنا كده فاهمين ان احنا بنجيب السم ايكوالز كام؟ نيجاتيف بي اوفر الاي. في كل المسائل لازم اكتب الريليشن اللي هي نيجاتيف نيجاتيف 11 ببوزيتيف 11 ديفايدد الاي اللي هي كام؟ اللي هي 6. طيب عايزين نجيب برودكت، اروح لمين؟ اروح استعمل الاي واستعمل السي اللي هي ايكوالز سي ديفايدد الاي اللي هي نيجاتيف 10 اوفر ال 6، نعمل ديفايدد 2 دي نيجاتيف 5 اوفر ال 3. يلا نشوف مساله تراي. مديني الايكويشن دي، بيقول لي فايند السم والبرودكت. سهل قوي. يبقى 3x سكويرد بلس ال 5 لازم اجيب ده هنا، يبقى ماينس 4x ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. اللي هيعرف الاي والبي والسي هنا يبقى غلط، لازم ارتب الباورز عندي ديسندنجلي من الجريتست باور للسمولست باور. يعني اقول كده 3x سكويرد ماينس 4x بلس ال 5 ايكوالز 0. في الحالة دي اقدر اجيب الـ A واقول ان هي بتيكوالز 3، واجيب الـ B واقول ان هي بتيكوالز نيجاتيف 4، ونعرف الـ C بكام؟ بـ 5. يبقى الـ L بلس الـ M ايكوالز A ايكوالز نيجاتيف B اوفر الـ A اللي هي نيجاتيف نيجاتيف 4 بـ 4 ديفايدد الـ 3. والـ L تايمز الـ M اللي هي البرودكت بتاع التروتس هتيكوالز A هتيكوالز الـ C ديفايدد الـ A اللي هي 5 اوفر الـ 6. زي ما انتم شايفين بتعامل مع الروتس واجيب ريليشن ما بينهم من غير ما احل الايكويشن، من غير ما اعرف ال ال لوحده ومن غير ما اعرف الام لوحده. يعني انا من هنا ما اقدرش اقول ده كام وده كام، وكذلك من هنا ما اقدرش اقول ده كام وايه وده كام. يلا مع بعضينا نشوف اكزامبل 2، وده يعتبر بقى بدايه المسائل الجميله اللي فعلا بنستفيد منها من الريليشنز اللي انا عرفتها. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي if the sum of the two roots of the equation دي is كذا. لما اجي اترجم الاستيتمنت دي اكتب ايه؟ بيقول لي السم بتاع التو روتس يعني ال L بلس ال M ايكوالز كام؟ ايكوالز نيجاتيف 3 اوفر ال 2. ده معنى الكلام ده المطلوب. فايند الفاليو اوف K، يقول لي لو سمحت هات لي ال K وبعد كده سولف الايكويشن في السيت اوف كومبلكس نمبرز. يعني لو انت عندك نيجاتيف روت اشتغل باي وحل لي في الدومين الكبير ده. طيب لما نيجي نحل المساله دي اعمل ايه؟ اول حاجه دايما لازم نعرف الاي والبي والسي. الاي عندي بكام؟ الاي عندي هنا ب 2. البي بكام؟ البي عندي بكي. السي بكام؟ السي عندي ب 1. واحنا عارفين ان ال ال بلس الام في بينها وما بين الكوفيشنت ده والكوفيشنت ده ريليشن، اللي هي ايه؟ اللي هي ان سنس ان ال ال بلس الام ايكوالز نيجاتيف بي اوفر كام؟ اوفر الاي، يبقى زين ال ال بلس الام هو مداني في المساله بكام؟ بنيجاتيف 3 اوفر ال 2 هتيكوالز، يلا نعوض، نيجاتيف بي يعني نيجاتيف الكي. طيب ديفايدد الاي عندي بكام؟ الاي عندي ب 2. ده معناه على طول زين نيجاتيف 3 ايكوالز نيجاتيف كي، ده معناه ان الكي ايكوالز كام؟ ايكوالز 3. يبقى انا الايكويشن بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن 2 اكس سكويرد الكلام ده هيبقى بلس
3x بلس ال1 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. يلا نحل الايكويشن بالفاكتورايزيشن. طبعا دي سيزر عشان عندي هنا الاي مش ب1، هنا يبقى 2x تايمز الايه؟ الاكس. ايه باي ايه يديني 1 والصم بتاع الدياجونالز يديني 3. طبعا ال1 ما عنديش غير 1 تايمز الايه؟ ال1، ودي عندي كده بوزيتيف، يبقى ال2 ساينز بتوع الدياجونالز لازم يكونوا زي الميدل تيرم، يبقى عندي هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف. يلا نجرب كده 2x كده x الصم بتاعهم ب 3x، يبقى فعلا قدرت افكها بالفاكتورايزيشن. يبقى ال 2x بلس ال 1 تايمز ال x بلس ال 1 ايكوالز 0، يبقى يا اما 2x بلس ال 1 ايكوالز 0 اور ال x بلس ال 1 ايكوالز 0. من هنا يبقى ال x هت ايكوالز نيجاتيف 1 اوفر 2، ومن هنا ال x عندي هت ايكوالز ايه؟ نيجاتيف 1. يبقى السوليوشن سيت عندي للايكويشن دي عباره عن نيجاتيف 1 اوفر 2 وكام؟ ونيجاتيف 1. يلا المساله اللي بعديها بيقول لي if the product of the two roots of the equation دي is 4 and 1 half. اترجم الاستيتمنت دي ازاي؟ يقول لي if the product، يبقى انا عندي ال L تايمز ال M هت ايكوالز كام؟ 4 and 1 اوفر ال A ال 2 اللي هي عباره عن 4 تايمز 2 بيديني 8 بلس 1 يديني 9، يعني 9 اوفر ال 2. طيب يقول لي find the value of k، لازم اعرف a و b و c. ال A عندي بكام؟ ال A عندي ب 2. ال B عندي بكام؟ نيجاتيف 4. ال C عندي بكام؟ ب k. وانا عندي ال L تايمز ال M بقدر اربطها بعلاقه مع ال A وال A وال C، اللي هي ايه؟ اللي هي ان سنس ان ال L تايمز ال M هت ايكوالز ال C اوفر ال A، وانا عندي ال L تايمز ال M الدهاني يعني ال 9 اوفر 2 ايكوالز ال C بكام؟ ال C بكي. طيب ال A بكام؟ ال A ب 2. يبقى واضح على طول ان ال K هت ايكوالز كام؟ هت ايكوالز 9. يبقى الايكويشن بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن 2x squared minus 4x plus mean plus 9 equals كام؟ equals 0. يلا نعملها سيزر. عندي هنا هيبقى 2x times الايه؟ الاكس، وعندي هنا بوزيتيف يبقى الاثنين دول نيجاتيف. a by a يديني 9 والسم بتاع الدياجونالز يديني نيجاتيف 4. طبعا مستحيل لان 3 times 3 هتخلي ده 6 و1 times 9 هتخلي ده بردك كبير، يبقى مش هينفع نشتغل سيزر. يبقى هنشتغل جنرال فورمولا. يبقى انا عندي هنا ال A عندي بكام؟ ب 2. ال B عندي نيجاتيف 4. ال C عندي بكام؟ ب 9. نقول كده x1 و x2 هت ايكوالز نيجاتيف B بلس ماينس روت B سكويرد ماينس ال 4AC ديفايدد ال 2A اللي هي نيجاتيف B يعني نيجاتيف نيجاتيف 4 ب 4 بلس ماينس روت B سكويرد ب 16 minus 4 times a اللي هي times 2 times c ب 9 divided 2 a اللي هي 2 times 2 يديني كام؟ يديني 4 اللي هي هيبقى عندي 4 positive negative root. هنا 2 times 4 8 8 times 9 يديني 72 16 minus 72 اللي هي negative 56 divided كام؟ divided 4. وانا عندي ال 56 عباره عن ايه؟ عباره عن 4 times 14. ال 4 دي هنطلعها بره الروت بكام؟ ب 2. يبقى عندي دي هتيكوالز معايا هنا هيبقى 4 بوزيتيف نيجاتيف 2 روت نيجاتيف 14 ديفايدد كام؟ ديفايدد ال 4. هناخد ال 2 كومون، يبقى عندي هنا 2 بوزيتيف نيجاتيف روت نيجاتيف 14 ديفايدد الايه؟ ديفايدد ال 4. ده يديني 1، ده يديني كام؟ ده يديني 2 اللي هت equals 2 positive negative root negative 14 divided كام؟ divided 2. وزي ما احنا عارفين ان root negative 14 دي عبارة عن root 14a 14i. يبقى ال x1 then x1 عندي هت equals هيبقى عندي 2 divided 2 يديني 1، هيبقى 1 plus root 14 divided 2i، وال x2 عندي هت equals 1 minus root 14 divided to i. يلا مع بعضنا نشوف مسائل التراي. بيقول لي if the sum of the two roots للإكويجن دي is 3 and 1 half. معنى الكلام ده ايه؟ ان ال L plus ال M equals 3 and 1 over 2. يعني ال L plus ال M
هات equals 3 times 2 يديني 6 plus 1 يديني 7 7 over 2. عايز ايه؟ بيقول لي find the value of a. عايزين نجيب الـ a ديت. عشان نجيب الـ a ديت هنعرف الـ a والـ b والـ c. الـ a عندي بكام؟ الـ a عندي ب 2. الـ b عندي بنيجاتيف الـ a. الـ c عندي ب 6. وناخد بالنا ان الـ a ديت غير الـ a ديت. يعني ما يجيش حد يقول لي الـ b بت equals نيجاتيف 2. لا، الـ a دي عبارة عن سيمبل برمز بيه للكوفيشنت بتاع الاكس سكويرد، لكن الاي ده فاريبل، فاريبل عندي دخل اسمه ايه. طيب سينس ان ال ال بلس الام هت ايكوالز النيجاتيف البي اوفر الاي، وهو مديني ال بلس الام ب 7 اوفر 2، يبقى ال 7 اوفر ال 2 هت ايكوالز معانا نيجاتيف البي اللي هي الاي اوفر الاي ديت ليها فاليو اللي هي ال2. يبقى على طول الاي عندي ايكوالز كام؟ ايكوالز 7. يبقى الايكويشن عندي عباره عن ايه؟ عباره عن 2x باور 2، الكلام ده ماينس 7x، الكلام ده بلس ال6 ايكوالز ال0. يلا نشوف ينفع نحلها سيزر ولا لا. هنا هيبقى ال2 x تايمز الx، عندي هنا بوزيتيف ساين يبقى الاثنين نيجاتيف. a تايمز a يديني 6 والسام بتاع الدياجونالز يديني 7. طبعا هيبقى هنا 3 وهنا ايه وهنا 2 كده 4 كده 3 الصم ب 7. يبقى ده براكت وده انذر براكت. يبقى انا عندي الايكويشن، يبقى زين ال 2x ماينس 3 تايمز x ماينس 2 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. يبقى ال 2x ماينس 3 ايكوالز 0 اور x ماينس 2 ايكوالز 0. من هنا الاكس عندي هت ايكوالز 3 over 2 or الاكس عندي هت equals 2، يعني السوليوشن سيت هت equals معانا 3 over 2 وكام؟ و2. يلا نشوف المسألة اللي بعد كده. يقول لي if the product of the two roots للإيكويشن دي is 5، يعني ال L times ال M equals كام؟ equals 5. ال A عندي بكام؟ ال A عندي ب 1 وال B ب 3 وال C ب 8. طيب انا عندي سنس ان ال L times ال M بت equals C divided ال A، وهو مديني ال L times ال M ب 5، يبقى ال 5 عندي هت equals ال C بكام؟ ال C عندي ب A. ناخد بالنا ان ال A دي غير دي، ده variable وده symbol برمز بيه للكوفيشن بتاع ال A ال X squared. يبقى انا احط ال A وال A ديت اعوض عنها بكام؟ ب 1. يعني محدش يجي يقول ان ال C بت equals ال A وال A equals 1 يبقى ال C equals 1. لا، ده كده سيمبل، ده كده فاريبل. طيب يبقى انا عندي هنا ال A equals كام؟ equals 5. لما ال A ب 5 يبقى الايكويشن عندي عباره عن ايه؟ يبقى الايكويشن عندي عباره عن x squared plus 3x، الكلام ده plus ال 5 equals ايه؟ equals 0. ايه بقى ايه؟ اديني 5 والصم 3 مستحيل. يبقى هنحلها بالجنرال فورمولا، يبقى نجيب ال A ب 1 وال B ب 3 وال C عندي بكام؟ ب 5. يلا نجيب X1 و X2. X1 و X2 هت equals معانا نيجاتيف B بوزيتيف نيجاتيف روت B squared minus 4AC divided ال 2A اللي هي هت equals نيجاتيف B اللي هي نيجاتيف 3 بوزيتيف نيجاتيف روت B squared اللي هي 9، هيبقى ماينس ال 4 تايمز ال 1 تايمز السي عندي ب 5 ديفايدد 2 تايمز 1 اللي هي 2. ده هيكوالز معانا هيبقى نيجاتيف 3 بوزيتيف نيجاتيف روت. هنا هيبقى 9 ماينس 20 بنيجاتيف 11 ديفايدد الكام؟ ديفايدد 2 اللي هي هتيكوالز نيجاتيف 3 بلس ماينس روت 11 اي ديفايدد كام؟ ديفايدد 2. يبقى الاكس 1 عندي هيكوالز نيجاتيف 3 ديفايدد 2 بلس روت 11 ديفايدد 2i، وx2 هي ايكوالز نيجاتيف 3 ديفايدد 2 ماينس روت 11 ديفايدد 2i. يلا مع بعضينا نشوف اكزامبل 3، وعايزين نركز في النوعيه دي من المسائل. بيقول لي في اول كويتشن، بيقول لي في x ايكوالز نيجاتيف 3 از وان اوف ذا تو روتس اوف ذا ايكويشن ديت. يعني ايه one of the two roots؟ يعني ال L عندي equals كام؟ equals negative 3. المطلوب بيقول لي find the other root، يعني ال M مش عندي محتاجينها، وبعد كده
عايزين نجيب مين الفاليو بتاعت الكي. ناخد بالنا بقى في المسائل اللي زي دي. انا دلوقتي عندي علاقتين، اول علاقه عندي اللي هي ال بلس الام ايكوالز ايه نيجاتيف بي ديفايدد الايه، العلاقه الثانيه ال تايمز الام ايكوالز سي ديفايدد الايه. يبقى انا لو عندي ال وعايز اجيب الام هروح لواحده من العلاقتين دول بحيث ان يكون جاست الام هو الاونلي انون اللي موجوده عندي في الايكويشن عشان اعرف اطلعه. يبقى انا ما بشتغلش على اي واحده وخلاص، لازم ابص على الكوفيشنتس اللي عندي. انا عندي هنا الايه معروفه والبي عندي هنا، لا ده انا عندي البي ايكوالز كي، والسي عندي معروفه. يعني في المساله دي انا عندي الاي ايكوالز 2 والبي ايكوالز كي والسي ايكوالز كام نيجاتيف 3. لو رحنا استعملنا العلاقه دي ال بلس الام هلاقي نفسي ان الام عندي انون والبي عندي هحط مكانها كي هتبقى انون، هتبقى وان ايكويشن ان تو انونز مش هعرف احلها. يبقى انا وانا داخل على المساله لازم ابص بعيني واحدد هشتغل على ايه، اوكي لازم اكون مركز. يبقى هنا هنقول سينس ان ال ال تايمز الام ايكوالز ايه ايكوالز سي اوفر الايه، يبقى زين ال ال عندي بنيجاتيف 3 تايمز الام اللي هو السكند روت هت ايكوالز ايه، السي عندي بكام نيجاتيف 3، الاي عندي بكام ب2، دي تروح مع دي يبقى زين الاذر روت ايكوالز كام 1 اوفر 2. طالما كتبنا ام ايكوالز نيجاتيف 2 كده خلاص اتفهمت، او ممكن اقول زين ذا اذر روت is 1 over L2. اللي طالبه بعد كده عايز ال value of K، دلوقتي سهل اروح عند ال relation دي اجيبها منها لان انا طلعت ال two roots. يبقى since ان ال L plus ال M equals negative B over ال A، ال L عندي بكام؟ هو عندي ب negative 3، ال M عندي ب 1 over 2، كلام ده هي equals negative B اللي هي ايه؟ اللي هي negative ال K divided اللي هي 2 اللي هي هتديني نيجاتيف 3 بلس 1 اوفر 2 اللي هي نيجاتيف 5 اوفر ال 2، ده هيكوالز نيجاتيف كي اوفر 2. طبعا واضح جدا زين الكي عندي هتيكوالز كام؟ هتيكوالز 5. المسائل دي انا بعتبرها مسائل مهمه. ليه؟ لان انتوا وانتوا داخلين في المساله لازم تكون مركز هتعوض في اي ريليشن، واللي هيوضح الكلام ده اكتر اللي هي الايه بارت 2 دوت. بيقول لي if x is one of the two roots للإيكويجن دي، يبقى على طول هنعرف ان انا عندي root اسمه كام؟ اسمه 6. عايز الاذر root يبقى الام مجهول، عايزين التاني وبعد كده هات لي الكي. نعمل ايه؟ نكشف الاي والبي والسي. الاي عندي ب1 البي نيجاتيف 5 السي عندي بكام؟ بكي. الكده مجهول ما قربش منه، لو قربت منه هيبقى عندي ايكويشن فيها اتنين انون مش هعرف احلها. امال اشتغل على ايه؟ اشتغل على الريليشن اللي متعرفه بالاي والبي اللي هي مين؟ اللي هي ال بلس الام، لان ال بلس الام مربوط لي بالنيجاتيف البي اوفر الاي. يبقى اقول كده سينس ان ال ال بلس الام ايكوالز نيجاتيف بي اوفر الاي، يبقى زين ال ال عندي ب 6 بلس الام هي ايكوالز نيجاتيف بي اللي هي نيجاتيف نيجاتيف ال 5 ب 5 اوفر الاي عندي بكام؟ ب 1. يبقى ال 6 بلس الام ايكوالز 5، يبقى زين الام عندي هت ايكوالز 5 ماينس ال 6 which is نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. يبقى انا هنا جبت مين؟ جبت الروت الثاني. طيب بعد ما اجيب الروت الثاني استغل العلاقه اللي بتقول لي ان ال L times ال M equals C over ال A، ومن هجيب ال K اللي هتخش لي هنا مكان ال A مكان ال C. يبقى زين ال L عندي ب 6 times ال M عندي ب negative 1 هت equals K divided ال A بكام؟ ب 1. يبقى زين K على طول هت equals negative ال A negative ال 6. يبقى انا قدرت استغل العلاقات اللي ما بين الروتس اللي انا اتعرفت عليها في الليشن ده
ان انا اجيب الكوفيشنتس بتاعت الايه؟ بتاعت الكواداتيك ايكويشن. يلا نتدرب اكتر في مساله كمان. بيقول لي اف نيجاتيف 1 اند 5 ار ذا تو روتس للايكويشن دي. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان هو مديني ال بنيجاتيف 1 ومديني الام بكام؟ ب 5. لو حد عكس وقال لي ال ب 5 والام بنيجاتيف 1 عادي مفيش مشكله. عايز ايه؟ عايز الفاليو بتاعت الاي والبي. طيب هي الايكويشن دي الاي عندي ايكوالز كام؟ ايكوالز ايه؟ ده سيمبل وده فاريبل. طيب والبي عندي ايكوالز كام؟ ايكوالز بي. طب والسي عندي ايكوالز كام؟ ايكوالز نيجاتيف 5. هنا طالب الاي والبي، يبقى هنعمل تو ايكويشنز انتو انون. اول ايكويشن عندي ال بلس الام ايكوالز نيجاتيف بي اوفر الاي، يبقى زين نيجاتيف 1 بلس ال 5 هت ايكوالز نيجاتيف بي اوفر الاي. ده معناه ان ال 4 ايكوالز نيجاتيف بي اوفر الاي، يعني النيجاتيف بي ايكوالز 4 اي. دي كده اول ايكويشن قدرت اطلع بيها. طب الايكويشن الثانيه ان ال ال تايمز الام ايكوالز سي ديفايدد الاي، يعني نيجاتيف 1 تايمز ال 5 هت ايكوالز معانا نيجاتيف ال 5 ديفايدد مين؟ ديفايدد الاي. ده اللي معناه ان نيجاتيف ال 5 equals negative 5 divided الـ a، يبقى على طول الـ a عندي equals كام؟ equals 1. from 2 and 1 يبقى then negative b هت equals 4 times الـ 1 اللي هي 4، يبقى then على طول الـ b عندي equals negative الـ a negative 4. المسائل دي تعتبر مسائل مهمة ولازم الأفكار بتاعتها أعرف أتعامل معها إزاي. يلا مع بعضنا نشوف مساله التراي وناكد على فهمنا ازاي نحل المسائل بتاعت النوعيه بتاعت اكزامبل 3 ديت. بيقول لي فايند ذا اذر روت اوف ذا فولوينج ايكويشنز ذن فايند الفاليو اوف كي. طيب المساله دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي هنا اف اكس ايكوالز نيجاتيف 1 از 1 اوف ذا تو روتس للايكويشن دي. معنى الكلام ده ايه؟ ان ال ال ايكوالز نيجاتيف 1 والام عايزين نجيبها. لما اجي اشتغل اكشف الاي والبي والسي، الاي والبي والسي، الاي عندي بكام؟ ب1، البي عندي بكام؟ بكي، السي عندي بكام؟ نيجاتيف 7. مين عندي الكوفيشنت اللي هو النون؟ البي، يبقى ابعد عنه، ما اروحش اشتغل على ال ال بلس الام ايكوالز نيجاتيف بي اوفر الاي، مش هعرف احل، لان دي هتكون ايكويشن فيها تو النون، الام والاي والبي. امال نشتغل على مين؟ على ال L تايمز ال M. ليه؟ علشان ال C عندي مكشوفة وال A عندي مكشوفة. يبقى أنا بداية حلي المسألة أبص على الكوفيشنتس وأشوف مين اللي هيخدمني في الشغل. يبقى هنقول كده since إن ال L تايمز ال M equals C over ال A، يبقى negative 1 تايمز ال M هت equals معنا ال C بكام؟ ال C بنيجاتيف 7، يبقى نيجاتيف 7 وال A عندي ب 1، يعني نيجاتيف الام ايكوالز نيجاتيف 7، يبقى زين الام عندي ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. بعد لما نجيب الام سهل عليا اجيب الكي بالاي بالريليشن دي. يبقى سنس ان ال ال بلس الام هت ايكوالز معانا نيجاتيف بي اوفر الاي، يبقى زين ال ال عندي بنيجاتيف 1، الكلام ده بلس الام اللي هي ب 7 هت ايكوالز معانا نيجاتيف الكي ديفايدد ال اللي هي ب 1، يبقى زين ال 6 عندي ايكوالز نيجاتيف كي، يعني الكي عندي ايكوالز كام؟ نيجاتيف ال 6. ويبقى احنا كده جبنا الاذر روت وجبنا الكي. لو عايزين نتاكد ممكن اكتب الايكويشن. الايكويشن بتاعتي اكس سكويرد، الكلام ده هتبقى ماينس 6 اكس، الكلام ده ماينس ال 7 ايكوالز 0. يلا نحلها. اي تايمز اي اديني 7 والديفرنس اديني 6. 1 تايمز ال 7 والاي والجريتر نمبر مع الميدل ساين، يبقى تبقى كده x minus 7 times x plus 1 equals 0. ده يديني الروت 7 وده يديني الروت negative 1 اللي هم احنا ايه جبناهم. تمام، ياريت نركز يا جماعة في المسائل دي. طيب المسائل اللي بعد كده بيقول لي if x equals 5 over 3 is one of the two roots للإكويشن دي، يبقى على طول ال L عندي ب 5 over ال 3. وكالمعتاد عايزين ال M وعايزين الكي. نروح نعمل ايه؟ نشوف الايه
والبي والسي. نلاقي ان الاي عندي ب 9 والبي عندي بنيجاتيف 9 والسي عندي بكام؟ بكي. يعني عندي الام انون وعندي هنا السي انون. يبقى ما اروحش اشتغل على الريليشن اللي فيها السي اللي هي ايه؟ اللي هي ال تايمز ام ايكوالز سي ديفايدد اي، لان الام مش عندي والسي بكي. يبقى دي 1 ايكويشن ان 2 انونز مش هعرف احلها. وما اروح اشتغل مع ايه؟ اشتغل مع الريليشن الثانيه اللي هي ال بلس الام ايكوالز نيجاتيف بي اوفر الاي، كله عندي ما عدا الام. يبقى سنس ان ال بلس الام ايكوالز نيجاتيف بي اوفر الاي، يبقى زين ال عندي ب 5 اوفر 3 بلس الام هات ايكوالز هنا نيجاتيف نيجاتيف 9 ديفايدد الايه؟ ال 9. ده معناه ان ال 5 اوفر 3 بلس الام ايكوالز 9 اوفر ال 9 تديني 1. يعني الام عندي عباره عن 1 ماينس ال 5 اوفر ال 3 اللي هي نيجاتيف 2 اوفر ال 3. نعمل ايه دلوقتي؟ اروح اشتغل على القانون الثاني لان الام اصبحت عندي، فهيبقى القانون الوحيد عندي الكي. يعني سينس ان ال ال تايمز الام ايكوالز سي ديفايدد الاي، يبقى زين ال ال عندي ب 5 اوفر 3 تايمز الام عندي بنيجاتيف 2 اوفر 3. الكلام ده هيكوالز ال سي عندي ب كي والاي عندي ب 9. يعني 5 تايمز نيجاتيف 2 نيجاتيف 10 هنا ديفايدد 9 هتيكوالز كي اوفر ال 9. يبقى على طول زين الكي ايكوالز نيجاتيف ال 10. يلا مع بعضينا نشوف اكزامبل 4 ونتعرف على فكره جديده. بيقول لي f1 plus root 2i is one of the two roots of the equation d، وبيقول لي ان c belongs to r يعني ال c real number. عايز ايه؟ بيقول لي find the other root وبعد كده عايزين ال value of c. طيب هنمشي بالطريقه السيستماتيك بتاعتنا وهنعرف ان هي في النوعيه دي من المسائل تعتبر طريقه طويله. احنا عرفنا الدرس اللي فات ال other root بشكله عامل ازاي. طيب يلا هنمشي في الحل بتاعنا اللي احنا متعودين عليه ونشوف الطريقة التانية الاسهل بكتير اللي هنستعملها دايما في المسائل اللي زي دي. هنا انا عندي الاي بكام؟ الاي عندي ب 1. البي عندي بكام؟ البي بنيجاتيف 2. السي عندي بكام؟ السي عندي بسي النون. طيب طالما عندي الاي والبي يبقى اروح على ان ال ال بلس الام ايكوالز نيجاتيف بي اوفر الاي. اوكي طيب ال عندي بكام؟ ال اللي عندي هعتبره اللي هو ده، يبقى انا عندي 1 بلس روت 2i الكلام ده بلس الام هيكوالز كام؟ نيجاتيف نيجاتيف 2 اللي هي 2 ديفايدد ال اللي هي ايه؟ اللي هي 1. يعني 1 بلس روت 2i الكلام ده بلس الام ايكوالز كام؟ ايكوالز 2. تمام نودي دول الناحيه الثانيه، يعني الام هيكوالز معانا 2 ماينس ال 1 ماينس روت 2i. 2 ماينس 1 تديني 1، يبقى على طول الام بتيكوالز 1 ماينس روت 2a 2i. يبقى انا كده جبت الاذر روت. ايه اللي احنا ملاحظينه؟ ان الاذر روت ان الروت ام ده كونجيجيت للروت ال، وده طبيعي لان احنا خدنا الليسون اللي فات ان الايكويجن لو عندي الروتس كومبلكس لازم يكونوا كونجيجيت. يبقى انا المساله دي ما كانش لازم اعمل الايه الخطوات دي، ممكن على طول اقول سينس ان اكتب اذر سوليوشن. هنقول كده سينس ان ال ال والام ار تو كومبلكس روتس سو they are conjugate. ده معناه ايه؟ على طول هنقول زين ال m equals 1 minus ال a root 2i. يبقى احنا لما يجي لنا النوعيه دي من المسائل ان فيها الروت كومبلكس مش هنشتغل بالسوليوشن ده، ولكن على طول هنكتب الايه السطرين دول. بعد كده عايزين نجيب ايه؟ عايزين نجيب الفاليو اوف سي. هل اخد واحد من الاثنين دول من التو روتس ونعمل سبستيوشن في الايكويشن؟ هتبقى طويله، امال اعمل ايه؟ استغل العلاقات اللي احنا واخدينها.
اقول كده since ان ال L times ال M equals C divided ال A يبقى زين هنا 1 plus root 2i الكلام ده times 1 minus root 2i هي equals معايا ايه؟ السي اللي احنا عايزينها ال A بكام؟ ال A ب 1. طيب انا عندي المالتيبليكيشن ل 2 conjugate complex numbers بيديني ايه؟ بيديني الفيرست سكويرد بلس وقلنا دي اولويز بلس السكند سكوير روت 2 سكويرد ب 2 الكلام ده هيكوالز كام؟ هيكوالز سي يبقى على طول سي بكام؟ بيقول لي if root 2 plus i is one of the two roots للايكويجن دي وبيقول لي السي ريل فايند الاذر روت نعمل ايه؟ هنقول كده سينس ال L is a complex number so the other root is the conjugate of L يبقى على طول زين ال M عندي هي equals ايه؟ هيبقى root 2 minus ال A minus ال I. أنا عندي ال L times ال M equals C divided A يبقى زين root 2 plus ال I times root 2 minus ال I هي equals C divided ال A. ال C عندي ب C وال A عندي ب 1 يعني C first squared root 2 squared ب 2 plus second squared اللي هو هنا 1 الكوفيشنت بتاع ال i 1 1 سكويرد ب 1 ايكوالز c يبقى السي برضه بكام؟ ب 3. تعالوا مع بعضنا نشوف مجموعه من الريماركس المهمه جدا اللي هتفيدنا كتير في حل نوعيات معينه من المسائل. هنا بيقول لي في الكوادراتيك ايكويشن ax سكويرد بلس bx بلس c ايكوالز 0 احنا عارفين ان عندنا تو روتس l و m وعارفين ان ال l بلس ال m بنيجاتيف b اوفر ال a وال l m ب c اوفر ال a. اول ريمارك عندي لو ال A ب 1 يبقى الصم هيدي نيجاتيف بي بس لان نيجاتيف بي ديفايدد ال A وال A ب 1 خلاص اصبحت نيجاتيف بي. طيب وال L M هتيكوالز سي بس لان ال A عندي ب 1 يبقى ال L M عباره عن سي ديفايدد ال 1 اللي هي ال C. طب ايه الجديد؟ ما احنا الكلام ده عارفينه. الجديد ان هو مش هيجيبها لي كده، الجديد ان هو هيجيب لي سنتنس هيقول لي if the sum of the two roots equals the additive inverse of the coefficient of x. انا عارف ان الكوفيشنت اوف اكس اللي هو البي يبقى هنا اكنه بيقول لي ايه؟ هل هنا انا افهمها ان ال L بلس ال M equals negative B؟ لا طبعا ما افهمهاش كده. امال افهمها ازاي لما يجي لي السنتنس دي افهم ان ال A ب 1 تمام؟ ولو قال لي if the product of the two roots equals the absolute term ما نروحش نفهمها ان ال L M equals C ما فهمهاش كده. امال افهمها ازاي؟ افهمها ان ال A equals ال 1 تمام؟ يلا اللي بعديها لو انا عندي ال B ب 0 ده معناه ان ال L plus ال M على طول ب 0 لانها نيجاتيف B over ال A وال B ب 0 يبقى خلاص ده لازم يكون ب 0. طب ولما يكون ب 0 يبقى ال L equals negative M او العكس ال M equals negative M. الجديد انه هيجيب لي السنتنس دي يقول لي if one of the two roots of the equation is the additive inverse of the other then find. يبقى لما يجي لي دي اروح افهم ان ال L equals negative M او العكس؟ لا طبعا. امال افهم ايه؟ افهم ان ال B بزيرو تمام؟ يوم ما تجي لي اللقطه دي افهم ان ال B بزيرو وال B لما بقت بزيرو وصلتني للكلام ده. طيب ايه تاني؟ الريمارك الثالثه المهمه لو ال A عندي ايكوالز ال C احنا عارفين ان ال L M ايكوالز C اوفر ال A فلو الاثنين دول ايكوال يبقى لازم الديفيجن بتاعهم يديني 1 ولما يكون الديفيجن بتاعهم ب 1 يبقى ال L هت ايكوالز 1 اوفر M او العكس ال M هت ايكوالز 1 اوفر L. الجديد ان هيجي لي سنتنس بالمنظر ده يقول لي if one of the two roots للايكويجن is the multiplicative inverse of the other. ها افهم منها ايه؟ اروح افهم منها المنظر ده؟ لا ما افهمش منها كده. امال نفهم ايه؟ نفهم ان الاي ايكوالز السي على طول. اوكي
يا جماعة مجموعة الريماركس دول مهمة جدا وبأكد عليهم، اللي ما استوعبش الجزئية دي يرجع يسمعها تاني. طيب يلا نشوف example 5 ونشوف هنحل ازاي على الريماركس دي. example 5 بيقول لي find the value of k if one of the two roots of the equation d is the additive inverse of the other. احنا قلنا لما يكون واحد منهم additive inverse للتاني نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده على طول ان البي بزيرو. فين البي اهي؟ يبقى هو اداني معلومة هنا ان الكي ماينس 3 بزيرو. نحل ازاي؟ نقول كده since ان ال L equals negative ال M يعني واحد منهم additive inverse للتاني يبقى زين على طول ال B equals ال A ال 0 يعني ال K minus 3 equals ال 0 يبقى ال K عندي بكام؟ ب 3. حلت المسألة في سطرين. يلا اللي بعديها find the value of K امتى؟ if one of the two roots of the equation D ماله is the multiplicative inverse of the other يعني since ان ال L equals 1 over ال M. نفهم من اللقطة دي ايه؟ نفهم ان ال A عندي equals ال C وال A عندي بكام؟ ال A عندي ب 2K وال C عندي بكام؟ K squared plus 1 مش محتاجين ال B. يبقى على طول زين ال 2K equals K squared plus 1 يعني k squared minus 2k plus 1 equals 0. طبعا دي عارفينها اللي هي الفكه المشهوره بتاعتها k minus 1 times k minus 1. ده معناه ان ال k minus 1 squared equals 0 يبقى على طول k minus 1 ب 0 يبقى تنهي معايا ال k بكام؟ ب 1. يلا نحل مسائل التراي. بيقول لي ايه؟ complete if one of the two roots للايكويشن دي is the additive inverse of the other يبقى ال k بكام؟ هنقول كده since ان ال L equals negative ال M ده معناه على طول then ال B equals ال 0 وانا عندي هنا ال B equals k minus ال A ال 5 يبقى then k minus ال 5 equals 0 يبقى ال k عندي بكام؟ يبقى ال k ب 5. تمام؟ سهلة أوي. المسألة اللي بعديها يقول لي if one of the two roots للإيكويشن دي is the multiplicative inverse of the other. خدناها إن لو عندي L multiplicative inverse للتاني يبقى ال A هت equals ال C. طب ال A عندي بكام هنا؟ ال A عندي ب 1. طب وال C عندي بكام؟ ال C عندي ب C. طيب يبقى زين على طول ال C اللي بدور عليه لازم هي equals ال A ال 1 لأن ال A equals ال C. يلا نشوف example 6 ونشوف نوعية تانية من المسائل برضو مهمة جدا ولازم نعرف نشتغل فيها ازاي. هنا بيقول لي ايه؟ يقول لي find the value of d. فين دي اهي؟ بيقول لي if one of the two roots of the equation d نركز بقى is double the additive inverse of the other. هل هنا انا هستعمل الريماركس؟ الريماركس بتقول لي لو واحد additive للتاني، ما قالتليش حكاية double دي خالص، يبقى نعمل ايه؟ اي سنتنسز تجيلنا غير الريماركس مش هتعامل مع الريماركس خالص. امال هشتغل ازاي؟ لازم اترجم الكلام اللي مكتوب هنا. احنا عارفين ان احنا عندنا تو روتس، عندنا روت اسمه ال وعندنا روت اسمه ايه؟ ام. لو انا خدت التو روتس دول ورحت داخل بيهم في المساله هيبقى عندي تو انونز. طب اعمل ايه في المعضله دي؟ هتخلص ازاي من التو انونز دول؟ نبص على الريليشن. هو بيقول لي واحد منهم دبل الاديتيف انفرس للاذر. يعني ايه الكلام ده؟ هو انا لو واحد منهم اديتيف انفرس للاذر بنقول ايه؟ بنقول ان ال L equals negative ال M. طب دبل يبقى نحط هنا ايه؟ نحط هنا 2. ال 2 دي جت منين؟ ان هو بيقول لي دبل. يبقى انا عرفت دلوقتي ان ال L equals كام؟ نيجاتيف 2m. يبقى لما اشتغل في المساله ال L دي لازم اشيلها واحط مكانها نيجاتيف 2m. يبقى احنا هنشتغل على نيجاتيف 2m وm. يبقى احنا حولنا المساله من 2 unknowns ل just 1 unknown. وانا عندي ناخد بالنا السي معروفه والاي معروفه، يعني الاي عندي
equals 1 والB equals D والC equals negative 50. يبقى فورا نروح للريليشن L times M equals C over A عشان اكشف منها التو روتس. يبقى هنا سينس ان ال L times ال M equals C over A, يلا نشيل ال L نحط negative 2M, يبقى زين negative 2M times ال M. ال C عندي بكام؟ negative 50. ال A عندي بكام؟ ب 1. يبقى negative 2M squared equals negative 50. نجيب دي هنا بالديفيجن, يبقى على طول ال M squared equals 25. يعني ال M عندي هتتحول لقيمتين M1 و M2 اللي هي positive negative كام؟ root ال 25 اللي هي positive negative 5. يبقى أنا عندي قيمتين, يبقى زين M1 equals 5 or M1 equals كام؟ negative 5. اوكي؟ في الحالة دي لما يكون ال M ب 5 نعمل ايه؟ اروح أسبستيتيوت هنا, يبقى ال L عندي equals negative 2 times ال 5 تديني negative 10, يبقى دي ال L1. أو ال L1 عندي هت equals كام؟ negative 2 times هشيل ال M وأحط negative ال 5 تديني كام؟ تديني 10. يبقى يا إما ال 2 roots 5 و negative 10 أو negative 5 و 10, وفي كلا الحالتين أنا عندي إن ال L plus ال M equals negative B divided ال A, وال A عندي ب 1, يعني ال L plus ال M equals كام؟ نيجاتيف ال B, وال B عندي ب D تبقى نيجاتيف A D. نعوض بالتو فاليوز, لو ال L عندي بنيجاتيف 10 يبقى نيجاتيف 10 بلس ال M اللي هي أول حالة بلس ال M equals نيجاتيف D, يعني هنا نيجاتيف 5 equals نيجاتيف D, يبقى زين D equals 5. إيه كمان؟ لو أنا عندي ال L هنا ب 10 وال M عندي هنا بنيجاتيف 5 يبقى ماينس ال 5 equals negative LD, يعني ال 5 equals negative D, يبقى زين LD equals كام؟ negative ال 5. يبقى الانسر بتاعتنا الحل النهائي بتاعنا D عندي equals positive negative ال A ال 5. يلا نشوف مسألة التراي. يقول لي find the value of K if one of the two roots للإكويجن D is 3 times the other roots. احنا معرفين الإكويجن دي 2 roots اللي هم مين؟ اللي هو ال L وال A وال M. طب هو مديني معلومة بيقول لي واحد منهم, أنا دايما بحب أفترضه ال L, ماله 3 times ال other, يعني 3 كام؟ 3 M. يبقى لما أجي أشتغل على الريليشنز اللي إحنا عارفينها L plus M و L times M, أروح أكتب ال L ب L وال M ب M؟ لا طبعا, هيبقى عندي زي ما قلت لكم equation into unknowns, مش هعرف أحل. أمال أعمل إيه؟ أشيل ال L كده ونعوض مكانها ب 3M. اوكي؟ والام الروت الثاني اشتغل بالفاليو بتاعته ام عادي خالص. نكتب الكلام ده ازاي؟ نقول كده سينس ان ال L equals 3M, واحنا عندنا هنا ال A ب 1 وال B بنيجاتيف K وال C ب 12. نبعد تماما عن ال B دلوقتي, ليه؟ عشان فيها unknown, فيها ال K. امال اروح استعين بمين؟ اروح استعين بالريليشن اللي بتقول لي L times M equals C divided A, ليه استعنت بيها؟ عشان ال A معروفة وال C معروفة, وبالتالي لما دخل ال L وال M بالفاليوز بتاعت ال M اقدر اجيب ال M على طول. equation in one unknown. تمام؟ يبقى سنس ان ال L equals 3M و ال L times M equals C over ال A, يلا نعوض هنا, يبقى زين شيل ال L حط 3M, يبقى 3M times ال M. ال C عندي بكام؟ ب 12, وال A عندي ب 1, يبقى زين 3M squared equals كام؟ equals 12, يبقى زين ال M squared equals 12 divided 3, ده معناه ان ال M squared equals 4, يبقى زين ال M هت equals positive negative كام؟ positive negative root 4 اللي هي بوزيتيف نيجاتيف ال2. طب انا عندي ال L ببوزيتيف ساين ال3 تايمز ال M, يبقى ممكن على طول اقول
والال عندي هت ايكوالز انا عندي 3m يعني 3 تايمز بوزيتيف نيجاتيف 2 تديني بوزيتيف نيجاتيف ايه ال6. وطبعا البوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف. هو طالب الفاليو اوف كي. طالما كشفت التو روتس اقدر اخش على الريليشن ال بلس الام ايكوالز نيجاتيف بي ديفايدد الايه. يبقى سينس ان ال ال بلس الام ايكوالز نيجاتيف بي اوفر الايه والايه عندي ب 1 يعني ال ال بلس الام ايكوالز نيجاتيف بي اللي هي نيجاتيف نيجاتيف كي اللي هي الكي. يبقى زين الكي هت ايكوالز الاتي بوزيتيف نيجاتيف 2 الام اللي هي 6 سوري بلس اور ماينس الايه الام اللي هي 2 اللي هي عندي بوزيتيف نيجاتيف كام بوزيتيف نيجاتيف لان البوزيتيف ماشي مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف. يلا نشوف الاكزامبل اللي بعد كده. بيقول لي فايند الساتسفاينج كونديشن which makes one of the two roots of the equation d is equal to the additive inverse of twice the other root. ناخد بالك طالما طلب condition للequation الcondition بيبقى relation between الcoefficients اللي عندي اللي هي الa والb والc. دايما نبقى عارفين كده ان اي condition لازم يكون ايه هيبقى is a relation between ال A وال B and ال C. ما تدخليش الروتس في المسألة. أنا الكونديشن بتاعي هيربط لي ال A وال B وال C اللي هيخلوا واحد من الروتس ده additive inverse لتوايس الأزر. طب مين هم الروتس اللي عندي اللي بنشتغل عليهم؟ دايما بنفرضهم L وكام وM. طب هو هنا بيقول لي one of the two roots اللي هو ال L ماله equals the additive inverse of twice the other. مين هو الاديتيف انفرس اللي هو ماينس الام ده للاذر. طب لتوايس يعني دبل يبقى 2 اوكي يبقى انا عندي ال ال ايكوالز نيجاتيف 2 ام. يبقى اول حاجه نعملها اشيل خالص ال ال من حساباتي واخش مكانها بكام بنيجاتيف 2 ام والام دي عادي اشتغل بيها برضو بالايه بالام ونكتب الريليشنز بتاعتنا. انا عندي ال ال بلس الام هت ايكوالز كام؟ هت ايكوالز نيجاتيف بي اوفر الاي ال ال عندي بنيجاتيف 2m يبقى نيجاتيف 2m بلس الام ايكوالز نيجاتيف البي اوفر الاي يعني نيجاتيف 2 بلس ال 1 تبقى نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف الام ايكوالز نيجاتيف البي اوفر الاي يبقى على طول النيجاتيف تروح مع النيجاتيف يبقى اول حاجه عندي الام ايكوالز بي اوفر الاي. دي اول علاقه جبتها تحكم روت بالاي بالاي والبي. طيب ايه تاني انا عندي وسنس ان ال ال تايمز الام ايكوالز سي ديفايدد الاي وال ال عندي بكام نيجاتيف 2 ام يبقى نيجاتيف 2 ام تايمز الام ايكوالز سي ديفايدد الاي يعني نيجاتيف 2 ام سكويرد بسي ديفايدد الاي يعني الام سكويرد هت ايكوالز كام c ديفايدد نيجاتيف ال 2a ونخلي دي كده 2. يبقى انا عندي علاقه فيها m وعلاقه فيها m سكويرد عشان اسويهم ببعض الافضل اخلي دي m سكويرد ما اخدش الروت هنا عشان ما يظهرش عندي روت للc. يبقى from equation 1 هنقول ايه ال m سكويرد ايكوالز b سكويرد ديفايدد ال a سكويرد ونخلي دي كام ونخلي دي 3. هنا عندي m سكويرد وهنا عندي m سكويرد يبقى ممكن نساوي دي بدي يبقى from equation 2 و 3 يبقى ال b سكويرد divided ال a سكويرد equals كام c divided negative 2a. من حقي اسمبليفاي من هنا ومن هنا مش لازم اعمل ده تايمز ده وده تايمز ده واشوف دي في سايد ودي في سايد هقول على طول الايه هتروح مع السكوير يبقى عندي هنا نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 2 تايمز بي سكويرد يبقى زين نيجاتيف ال 2 تايمز البي سكويرد هت ايكوالز ايه ال a تايمز ال c يبقى زين ال 2 بي سكويرد بلس ال a c ايكوالز ايه ايكوالز 0. يبقى زين ساتيسفاين كونديشن از 2b squared plus
AC equals كام؟ equals 0. يبقى أي quadratic equation متحقق فيها الكونديشن ده لازم هنلاقي إن في روت منهم بي equals the additive inverse of twice the other. زي ما أنتم شايفين يا جماعة المسألة لازم أعرف وأنا داخل هعمل إيه. أوكي؟ نركز جدا في فهم المسائل دي علشان ساعات بتلخبط. ممكن تلاقي نفسك تايه وأنت بتحل. يلا مع بعضينا نشوف مسألة التروي. بيقول لي find the satisfying condition which makes one of the two roots of the equation D ماله equals to 4 times of the other root. مين هم التروس اللي بشتغل عليهم؟ عندي L وعندي كام؟ وعندي M. مش هينفع أخش بيهم على طول. أشوف الريليشن اللي مدهاني. بيقول لي one of the two roots اللي هو ال L ماله equals 4 times the other root يعني equals 4M. يبقى نبعد خالص عن ال L ونخش مكانها بالفاليو 4M علشان يبقى عندي equation in one unknown. طيب يلا نشوف الريليشن بتاعت السم والريليشن بتاعت المالتيبليكيشن او البرودكت. عندي L بلس ال M equals negative B divided ال A وعندي ال L ب 4M. نشيل ال L ونحط 4M يبقى 4M بلس ال M equals negative B over ال A يعني ال 5M equals negative B over ال A واللي منها ال M هت equals negative B over ال 5A. دي كده هو الريليشن التانية ان ال L times ال M equals C divided ال A يعني 4M times ال M equals C divided ال A يعني 4M squared equals C over ال A واللي منها ال M squared هت equals C over ال 4A ونخلي دي 2. طبعا احنا عايزين نساوي الاتنين ببعض، مش هينفع في الحالة دي اساويها، يا اما اجيب الروت هنا يا اما سكوير الايكويشن دي. طبعا سكوير دي احسن عشان ما اعملش روتس فين على السيمبلز. يبقى سكويرنج ايكويشن 1 او فروم ايكويشن 1 يبقى زين الام سكويرد هت ايكوالز نيجاتيف بي سكويرد يعني البي سكويرد ديفايدد 5 اي سكويرد اللي هي 25 اي سكويرد ونخلي دي 3 from 2 3. زي ما انتم شايفين هنا في ام سكويرد وام سكويرد يبقى نساوي الاثنين ببعض. يبقى زين سي اوفر 4A الكلام ده هيكوالز هنا بي سكويرد وعندي هنا 25A سكويرد. طبعا ال A دي تروح مع مين؟ مع ده. يبقى زين هيبقى 4B سكويرد هت equals معانا هنا 25AC. نجيب دي هنا يبقى زين 4B squared minus 25AC equals كام؟ equals 0. يبقى زين the condition is four b squared minus 25AC equals كام؟ equals 0. يبقى اي كوادراتيك ايكويشن الكوفيشنتس بتاعت الاكس سكويرد والاكس والابسولوت تيرم محكومين بالريليشن دي لازم يطلع التو روتس كالاتي، واحد منهم 4 تايمز الايه الاذر. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب انه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشة. تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. اول كويتشن بيقول لي without solving the equation find the sum and the product of the two roots of each of the following equations. يعني هنطبق مباشرة على قوانين L plus M و L times M. وفي النوعية دي من المسائل هو بيدربنا ازاي نحدد ال A وال B وال C صح. اول مسألة عندي ال A ب 1 ال B عندي ب 3 ال C عندي ب negative 10 ال L plus ال M ب negative B over ال A. ال B عندي ب 3 تبقى negative 3 divided 1 اللي هي عندنا نيجاتيف 3
وعندي ال L times ال M دي عبارة عن ال C divided ال A وال C عندي ب negative 10 وال A عندي ب 1 تديني كام؟ negative ال 10. السؤال اللي بعديها نحدد ال A وال B وال C. ال A عندي ب 1 ال B عندي ب negative 5 ال C عندي ب 6. ال L plus ال M equals negative B over ال A. كل مرة لازم اكتب القانون negative negative 5 ب 5 divided 1 اللي هي 5 وعندي ال L times ال M ب C divided ال A. C عندي ب 6 وال A عندي ب 1 تديني كام؟ تديني 6. السؤال اللي بعديها ال A عندي ب 4 ال B عندي ب 4 ال C عندي ب negative 35 يبقى ال L plus ال M اللي هي negative B over ال A هت equals negative 4 divided ال 4 which is negative 1 وال L times ال M عبارة عن ال C divided ال A اللي هي negative 35 divided ال A بكام؟ ب 4. يلا هنا نحدد ال A ب 2 ال B عندي ب negative 7 ال C عندي ب negative 6. يلا L plus M ب negative B over ال A اللي هي negative negative 7 ب 7 divided ال A ال 2 وعندي ال L times ال M بال C divided ال A اللي هي negative 6 divided to which is negative A negative 7. problem 5 ال A عندي ب 3 ال B عندي ب 0 عشان ما عنديش X ال C عندي ب negative 4 يبقى انا عندي ال L plus ال M اللي هي negative B over ال A هت equals 0 divided 3 اللي هي كام؟ اللي هي 0 وال L M اللي هي C divided ال A ب negative 4 divided A 3. يلا هنا ال A عندي ب 1 ال B عندي ب negative 3 وال C عندي ب A ب 0 يبقى عندي ال L plus ال M ب negative B over ال A اللي هي negative negative 3 ب 3 divided ال 1 اللي هي 3 وعندي ال L M ب C divided ال A وال C ب 0 هيطلع طبعا ب 0 بس انا بكتبها كده واحده واحده عشان نتدرب على الخطوات. اللي بعديها ناخد بالنا ما ينفعش اشتغل على المساله واحدد ال A وال B وال C الا لما يكونوا كلهم في الليفت هاند سايد. يعني ما ينفعش اقول ان دي A ودي B ودي C، لازم اجيب التيرمز دي هنا. يعني دي هتيكوالز معايا 3x سكويرد ماينس 23x الكلام ده بلس ال A بلس ال 30 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. ال A وال B وال C بيتحددوا على الستاندرد فورم الكوادراتيك ايكويجن. يعني ال A عندي ب 3 ال B عندي نيجاتيف 23 ال C عندي بكام؟ ب 30. يلا ال بلس ال M نيجاتيف B اوفر ال A نيجاتيف نيجاتيف 23 ب 23 ديفايدد ال 3 وال L times ال M C divided ال A اللي هي 30 divided ال 3 which is ال A ال 10. يلا نبص هنا، طبعا ما ينفعش نشتغل على الصورة دي، لازم نكومباين الفاكتورز لأن السكند أوردر إيكويجن عبارة عن بولونوميال، لكن هي في الصورة دي فاكتورز، يبقى هنعمل لدول مالتبليكيشن ودول مالتبليكيشن. 4x times ال X 4x squared 4x times ال 6 24x الكلام ده بلس 1 تايمز دول يبقى بلس اكس بلس الايه؟ ال 6 which equals x تايمز 3x ب 3x سكويرد x تايمز نيجاتيف 4 بنيجاتيف 4x نيجاتيف 2 تايمز 3 بنيجاتيف 6x الكلام ده بلس مين؟ بلس ال 8. نجيبهم كلهم في الليفت هاند سايد، عندي هنا 3x سكويرد تيجي هنا بنيجاتيف 3x سكويرد وعندي هنا 4 يبقى 4 ماينس 3 يديني x سكويرد هنا 24 و1 يبقى 25 وعندي هنا نيجاتيف 10 تيجي هنا بوزيتيف 10 يبقى 25 بلس 10 ببوزيتيف 35x وعندي بوزيتيف 6 يجي لها من هنا نيجاتيف ال 8 تديني ايه؟ ماينس ال 2 تديني كام؟ تديني 0. يبقى ال A عندي ب 1 ال B عندي ب 35 وال C عندي بكام؟ بنيجاتيف 2. يلا نجيب L بلس ال M اللي هي نيجاتيف B ديفايدد ال A يعني negative 35 divided 1 which is negative 35
وال L times ال M اللي هي C divided ال A. C عندي بنيجاتيف 2 divided 1 which is negative ال A negative 2. يلا المسألة اللي بعد كده. لما يكون عندي X في denominator نعمل multiplication لل whole equation by the least common multiple لل A denominators عشان نخلي كل الترمز من غير A denominators. يبقى multiply the equation by 2x. نعملها واحدة واحدة. هيبقى 2x times mean times الترم ده x divided 2 كلام ده plus 2x times 1 over x كلام ده هي equals 3 over 2 times ال A ال 2x. هنا ال 2 تروح مع ال 2 وهنا ال x تروح مع ال x وهنا ال 2 تروح مع ال A مع ال 2. يبقى أنا عندي هنا x squared كلام ده plus 2 equals كام 3x. نجيبها كلها في طرف واحد يبقى x squared minus 3x plus ال 2 equals كام equals 0 ومنها ال A عندي ب 1 وال B عندي ب negative 3 وال C عندي بكام ب 2. يبقى ال L plus ال M اللي هي negative B divided ال A negative negative 3 ب 3 divided 1 اللي هي 3 وعندي ال L times ال M اللي هي C divided ال A اللي هي 2 divided 1 which is ال 2. يلا نشوف هنا مين الليست كومون مالتيبل عبارة عن ده تايمز ده. يبقى مالتيبلاي ذا ايكويجن باي اكس بلس 2 تايمز اكس ماينس ال 1. يلا يبقى انا عندي هنا اكس بلس 2 تايمز اكس ماينس ال 1 الكلام ده تايمز الفراكشن ده اللي هو 3x بلس ال 2 وعندي هنا x بلس مين بلس 2 الكلام ده هي equals هنا هيبقى x بلس 2 times x minus 1 وعندي هنا x بلس ال 1 وعندي هنا x minus ال 1 ده كده راح مع ده كده وده كده راح مع ده كده. نعمل دول times x times 3x ب 3x squared يبقى 3x squared x times 2 ب 2x وعندي هنا negative 3x يبقى السم بتاعهم negative x بعد كده minus ال a minus ال 2 ده هي equals معانا هنا x squared x times 1 بx وعندي هنا 2x يبقى 3x يبقى plus 3x plus الـ a الـ 2 نجيبهم كلهم في طرف واحد هنا 3x squared minus الـ x يبقى 2x squared وده يجي هنا بالنيجاتيف يبقى minus الـ 4x الكلام ده minus الـ 4 equals كام equals 0 يبقى الـ a عندي بـ 2 الـ b عندي بـ negative 4 والـ c عندي بكام بـ negative 4 يبقى الـ l plus الـ m negative b divided الـ a negative negative 4 ب 4 divided 2 which is ال 2 وال L times ال M C divided ال A اللي هي 4 divided ال 2 negative 4 divided 2 اللي هي كام negative ال 2. انا يهمني في المسائل دي ايه؟ انا يهمني اعرف ازاي اتعامل مع المسألة. يعني اهم حتة في المسألة دي ان انا اعرف اعمل multiplication by least common multiple كذلك هنا احدد least common multiple. هي دي الفكرة الباقي سهل. يبقى احنا واحنا ماشيين نركز في شكل المسألة ونعرف الفكرة بتاعتها ايه عشان نعرف نشتغلها لو جت لنا في الامتحان. يلا اللي بعد كده لما نيجي نبص هنا نلاقي ان الاكس سكويرد قدامها براكت وعندي منها ترم واحد. طب الاكس عندي مور ذان ترم يبقى اعمل ايه؟ اخد الاكس كومون فاكتور ودايما بناخدها بالبوزيتيف. يعني حل المسألة دي ازاي؟ اعمل كده a minus 1 times x squared ونعمل بلس x always بلس x وبعد كده open bracket امشي بعيني الاكس دي معها مين؟ معها 1 هنا احطه هنا 1 كده الاكس دي كده مين معها coefficient اهو نيجاتيف a squared نعمل كده نيجاتيف الايه a squared واقفل bracket وبعد كده عايز اكتب الفري تيرم الفري تيرم اهو اللي هو نيجاتيف 1 بلس الايه اخده زي ما هو كده equals كام equals 0. طب لو عايزين نحطه between bracket هضطر اعمل كده هعمل بلس open bracket والماينس ال1 بلس الايه بلس الايه برضه. يبقى انا عندي الايه بكام اللي هو الكوفيشنت بتاع الاكس سكويرد ده عندي بايه ماينس ال1 طبعا ده غير ده لان كده الايكويشن دي عمرها ما هتكون مظبوطه ده سيمبل وده فاريبل. طيب والبي هتيكوالز 1 ماينس الاي سكويرد والسي عندي بنيجاتيف 1 بلس مين بلس الايه. يلا ال بلس الام بنيجاتيف بي ديفايدد الاي اللي هي نيجاتيف البي اللي هي نيجاتيف 1
بلس اي سكوير اللي هو اي سكوير ماينس 1 اللي هي اي بلس ال1 و اي ماينس ال1 ديفايدد الاي عندي اللي هي بايه اي ماينس ال1 ده يروح مع ده تديني اي بلس ال1 وايه اللي عندي تايمز ام دي عباره عن سي ديفايدد الاي السي عندي بنيجاتيف 1 بلس الاي وعندي هنا اي ماينس ال1 طبعا دي اللي هي برضو اي ماينس ال1 ديفايدد اي ماينس ال1 اللي هي كام اللي هي 1 المساله اللي بعد كده عندي الاكس سكويرد الكوفيشنت بتاعها واضح وما عنديش اي تيرم في اكس سكويرد كذلك الاكس اهي والسي كل ده هيبقى السي يبقى انا عندي الاي على طول هت ايكوالز اي بلس بي وده زي ما قلنا غير ده والبي عندنا عباره عن اي سكويرد ماينس البي سكويرد والسي عندنا هيبقى اي سكويرد بلس 2 اي بي بلس البي سكويرد ناخد بالنا من حاجه المنظر ده ما يعديش عليا كده من غير ما اكون عارفه احنا دلوقتي في سكندري 1 اولى ثانوي الكلام ده احنا واخدينه من بريب 2 ده اللي هو ايه ده اللي هو البيرفكت سكوير يعني المنظر ده هو هو اي بلس البي اول اوفر سكوير اللي هو بيديني الفيرست سكويرد بلس توايس الفيرست تايمز السكند بلس السكند سكوير يبقى انا ممكن اتعامل مع السي النهائي انها كده طيب ال بلس الام اللي هي نيجاتيف بي ديفايدد الاي اللي هي ناخد بالنا نيجاتيف البي عندي باي سكويرد ماينس البي سكويرد الاي عندي باي بلس البي طب ده عباره عن ايه نسيب النيجاتيف كده زي ما هي ده ديفرنس بين تو سكويرز يديني اي ماينس البي تايمز اي بلس البي وعندي هنا اي بلس البي ده كده راح مع ده كده يديني نيجاتيف الاي ماينس البي اللي هي بي ماينس الاي يلا نشوف ال تايمز الام ال تايمز الام هيكوالز سي ديفايدد الاي واحنا قلنا ان السي عباره عن بيرفكت سكوير يعني اي بلس بي تايمز اي بلس البي ديفايدد هنا الاي الاي بكام باي بلس بي ده راح مع ده تنهي معايا على ايه بلس البي اكسرسايز 2 بيقول لي تشوز ذا كوركت انسر فروم ذا جيفن وانز اول كويتشن ذا برودكت اوف ذا تو روتس اوف ذا ايكويشن دي ايكوالز ايه نحلها انا عندي الاي بكام الاي عندي الكوفيشن بتاع الاكس سكويرد بنيجاتيف 1 اوفر ال 4 البي عندي ب 2 ممكن ما ادورش عليه لان بيقول لي البرودكت والسي عندي بكام السي ب 3 طب ال تايمز الام كانت بتيكوالز السي ديفايدد الاي اللي هي هتيكوالز ال 3 ديفايدد نيجاتيف 1 اوفر 4 اللي هي نيجاتيف 3 تايمز 4 اللي هي نيجاتيف ال 12 اللي بعديها the product of the two roots للايكويشن دي ايكوالز ايه ناخد بالنا ان هنا مسميه الكوفيشنتس باسم الايه باسم السيمبلز يعني ما يجيش حد يقول لي ان البرودكت ايكوالز سي اوفر الاي يعني هنا في الاختيارات لو في سي اوفر الاي وحد اختارها هتبقى غلط لان هو يقصد دول طب انا عندي البرودكت بيكوالز الايه بيكوالز سي ديفايدد اي سي موجود في مين موجود هنا في الاي اللي هو الابسولوت تيرم طيب الـ A موجود في مين؟ موجود في الـ B يبقى الأنسر عندي A over B يلا اللي بعديها الـ sum of the two roots للـ equation دي equal A ناخد بالنا أنا عندي الـ B بكام؟ الـ B بزيرو والـ sum كان negative B over الـ A يبقى لازم الـ sum بزيرو عشان الـ B بكام؟ بزيرو اللي بعديها question 4 بيقول لي if L و 3 minus L are the two roots للـ equation دي يبقى زين الاي بكام هي الاي فين موجوده مكان الاي البي يعني الاي عندي ب1 والبي عندي بنيجاتيف الاي والسي عندي بكام بنيجاتيف الاي ناخد بالنا الروتس عندي مش معروفه يبقى ما اروحش اشتغل على حاجه فيها البي دلوقتي علشان مش هنعرف نطلع الروتس يبقى نشتغل مع مين مع الاي ومع السي عن طريق الريليشن اللي هي ال تايمز ام equals C over الـ A بس ناخد بالنا ان انا ممكن الجأ للـ L plus الـ M equals negative B over الـ A في حالة واحدة بس في حالة واحدة بس وعندي الروتس مش معروفة وعندي الـ B هيخش فيها النون في حالة واحدة بس لما عيني تلمح ان التو روتس لو عملت لهم سم الـ variable يروح مع الـ variable ناخد بالنا هنا ايه عندي L ونيجاتيف L لو عملت لهم صم هيروحوا اوكي لكن المسألة دي لو جات لي مثلا 3
ماينس 2L شكرا ما ينفعش اشتغل بدي خالص. يبقى انا ممكن استعمل الريليشن دي ان سبيشال كيس اللي فيها الال والاداتيف انفرس بتاعه موجود، لكن لو دبل الاداتيف او تريبل الاداتيف او اي حاجه غيره مش هينفع اشتغل، ولازم اخش اشتغل مع دي الاول. يبقى احنا في المساله دي هنقول ايه؟ ال L بلس الام اللي هي L بلس 3 ماينس ال L هتيكوالز معانا مين؟ نيجاتيف البي اللي هي نيجاتيف نيجاتيف A اللي هي ال A. اوعى حد يقول لي ديفايدد ال A ويطيرهم مع بعض، لا ال A عندي ب 1. اوكي؟ دي كده تروح مع دي كده، يبقى على طول ال A ايكوالز كام؟ 3. يلا اللي بعديها. يقول لي if one of the two roots للايكويجن دي is the multiplicative inverse of the other، واخدينها لما يكون عندي روت والتاني 1 over ال m. دي معناها ايه؟ كنا قلنا دي معناها a equals ال c، ال coefficient بتاع ال x squared ب equals ال absolute term. يبقى على طول ال a ديت لازم هت equals ال absolute term، يعني ال a equals ال 2 واحنا مغمضين. Question 6 بيقول لي if one of the two roots of the equation D is the additive inverse of the other then B equals كام؟ احنا قلنا طالما L B equals the additive inverse بتاع ال M يبقى لازم ال B equals 0. مين ال B ده؟ اللي هو ال coefficient بتاع مين؟ بتاع ال X. يبقى لما نحل المسألة دي نقول ايه؟ نقول since in one of the two roots is the additive inverse of the other root يبقى then ال coefficient of x is a zero، ومنها هنقول ان نيجاتيف b minus 3 equals zero، يعني نيجاتيف ال b plus 3 equals zero، ده معناه ان ال b equals كام؟ equals 3. اللي بعديها في الايكويشن دي if the sum of the two roots equal the product of the two roots يبقى ال b بكام؟ احنا عندنا الصم بكام؟ الصم بنيجاتيف b over ال A، والبرودكت بايه؟ ب C over ال A. هو بيقول لي السم ايكوالز البرودكت، يعني سنس ان نيجاتيف ال B over ال A بيكوالز عندنا ال C over ال A، ده يروح مع ده، يبقى على طول ده معناه ان ال B عندي ايكوالز كام؟ نيجاتيف ال C. اللي بعديها بيقول لي if the product of the two roots للايكويشن دي ال 3، هو البرودكت عندي ايكوالز ايه؟ البرودكت ده بيكوالز ال سي ديفايدد ال ايه، وهو بيقول لي البرودكت ب 3، يبقى 3 ايكوالز السي بكام؟ السي عندي ب 12، الاي عندي بكام؟ بكي ماينس 2، يبقى على طول 3 تايمز الكي ماينس 2 ده بيكوالز عندي 12، ده يديني 1 ده يديني 4، يبقى الكي ماينس 2 ايكوالز ال 4، نودي ده هنا البوزيتيف ساين، يبقى ال k equals 4 plus 2 اللي هي ال 6. اللي بعديها بيقول لي if one of the two roots للايكويشن دي is the multiplicative inverse للاذر، لما يكون 1 multiplicative inverse للتاني يبقى على طول then ال coefficient of x squared equals the absolute term او الفري term، يعني ال A equals مين؟ ال C. طب ال A عندي بكام؟ ال A عندي اهي ب 3، يعني 3 هت equals ال C عندي بكام؟ ال C اهي k squared plus 2k، يبقى k squared plus 2k، نجيب دي هنا، يعني ال k squared plus ال 2k minus 3 equals 0، دي اللي هي k plus 3 و k minus 1 بكام؟ ب 0. من هنا ال k equals negative 3 ومن هنا ال k equals كام؟ ال 1، يبقى negative 3 or 1. Problem 3 بيقول لي if the product of the two roots للإيكويشن دي is negative 8 over 3 find the value of c، عايزين ال value. Okay then solve the equation in the set of complex numbers. طبعا دي مسألة سهلة لان احنا هنعرف الاي عندي هنا ب 3 والبي عندي ب 10 والسي عندي بنيجاتيف سي، وده سيمبل وده فاريبل. طب البرودكت عندي اللي هو ايه؟ اللي هو ال تايمز الام ايكوالز سي اوفر الاي، والال تايمز الام هو مدهوني بنيجاتيف 8
over 3. طيب السي بكام؟ بنيجاتيف سي والاي عندي ب 3. ده راح مع ده يبقى على طول السي بكام؟ سي ب 8. يبقى الايكويشن عندي عباره عن 3x سكويرد بلس 10x هنا ماينس ال 8 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. بيقول لي سولف الايكويشن، يلا نحلها بالسيزر كده. 3x تايمز 8 تايمز x، 8 تايمز 8 يديني 8، والديفرنس بتوين الدياجونالز يديني كام؟ يديني 10. في عندي 2 تايمز 4، هخلي ال 4 هنا واخلي ال 2 كده، ده يبقى 12، ده يبقى 2، الديفرنس 10. خلي هنا البوزيتيف ساين وخلي هنا النيجاتيف علشان الجريتر ايه بوزيتيف. يبقى ده عندي براكت وده عندي انذر براكت، يبقى زين 3x minus 2 times x plus 4 equals كام؟ equals 0. يبقى either ان 3x minus 2 equals 0 or x plus 4 equals 0. هنا يبقى ال x هت equals 2 over 3، وهنا ال x هت equals كام؟ negative 4. يبقى ال solution set هي equals معانا 2 over 3 ونيجاتيف الايه؟ ال 4. المسألة اللي بعد كده يقول لي if the sum of the two roots is a negative 3 over 2، عايزين ال value of b. نفس الكلام زي ما عملنا المسألة اللي فاتت، وبعد كده عايز يسولف. ال a عندي هنا ب 2، ال b عندي ب b، وال c عندي بنيجاتيف ال 5. السم عندي هي equals ال plus m هي equals negative b divided ال a. طب ال l plus m هو مدهاني بكام؟ بنيجاتيف 3 over 2 هي ايكوالز معانا نيجاتيف بي، يعني نيجاتيف بي الاي عندي ب 2، ده راح مع ده يبقى البي عندي ايكوالز كام؟ 3. يبقى الايكويشن بتاعتنا 2x سكويرد بلس 3x ماينس الاي ماينس ال 5 ايكوالز 0. يلا نجرب سيزر. طبعا 2x وx، يبقى ايه دي 5 والديفرنس دي 3. خلي هنا ال 5 ونخلي هنا ال 1، ده كده 5 ده كده 2، الديفرنس بينهم 3. نخلي البوزيتيف ساين مع الجريتر دياجونال اللي هو كده، يبقى ده براكت وده انذر براكت. يبقى تتفك معايا المساله ان ال 2x بلس ال 5 تايمز x ماينس ال 1 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. يبقى ايزر ان ال 2x بلس ال 5 ايكوالز 0 اور x ماينس ال 1 ايكوالز 0. من هنا هيبقى ال x equals negative 5 divided 2 or ال x عندي equals كام؟ equals 1. يبقى ال solution set equals معانا negative 5 over 2 والكام؟ وال 1. المسألة اللي بعديها بيقول لي find the other root of the equation then find the value of a in each of the following. بيقول لي ال a belongs to R. بيقول لي if x equals negative 1 is one of the two roots للإيكويشن دي، يعني هنعتبر إن ال L equals negative 1 وال M عندي عايزين نجيبه، اللي مدهوني عندي ال A ب 1، عندي ال B ب negative 2، عندي ال C بكام؟ ال C ب A. إحنا شفنا في الشرح بتاع الدرس ده لما أجي أدور على الروتس لازم أروح لعلاقة مفيش فيها النون، يعني أبعد عن ال C، يعني أبعد عن L times ال M. أمال أشتغل مع مين؟ اشتغل مع ال L بلس ال M عشان ال B عندي وال A عندي. يبقى since ان ال L بلس ال M بت equals negative B over ال A، يبقى انا عندي negative 1 بلس ال M هت equals معانا negative negative 2 ب 2 divided ال A اللي هي ب 1. يبقى ال negative 1 بلس ال M equals 2، نودي ده بالبوستيف ساين، يبقى ال M عندي هت equals 2 بلس ال 1. يبقى زين ال M عندي هت equals كام؟ equals 3. بعد كده عايزين نجيب ال A، احنا عارفين ان ال L times ال M ب C over ال A، يبقى negative 1 times ال 3 هت equals معانا ال C بكام؟ ال C ب A، وال A ديت اللي هي دي اللي هي ال 1. اوكي؟ يبقى زين negative ال 3 equals ال A، يعني ال A ب negative 3. المسألة اللي بعد كده بيقول لي if x equals 1 over 2 is one of the two roots of the equation دي، عايزين ال a وعايزين ال m ال other root. يعني ال l عندي ب 1 over 2 وال m عايزينه، ومديني ال a ب 2 وال b عندي بنيجاتيف ال a وال c عندي بكام؟ ب 3.
زي ما اتعلمنا بقى خلاص ان انا مش هقرب من الريليشن اللي فيها الانون، يبقى انا هستعمل الـ A والـ C والعلاقة اللي بتربط الـ A مع الـ C اللي هي L times M equals الـ C divided A. كده احنا هنقدر نجيب الـ M عشان عندي هنا just one unknown، يبقى الـ 1 over 2 times الـ M هت equals معانا الـ C بـ 3 والـ A عندي بـ 2. طبعا ده هيروح مع ده، لازم نتعود ازاي نعمل simplification على طول الايكويشن من غير ما ودي ال 1 over 2 الناحية التانية تبقى 2 وبعد كده نطير ال 2 مع ال 2. طالما عندي equation من حقي اعمل elimination طالما الايه النمبرز في نفس البليس، يبقى على طول عندي هنا زين ال m عندي equals كام؟ equals 3. بعد ما اجيب ال m ب 3 نقدر نستعمل الريليشن بتاعت السم، يعني سنس ان ال l بلس ال m equals negative b over ال a، يبقى ال l عندي 1 over 2، الام عندي ب 3، الكلام ده هيكوالز نيجاتيف بي اللي هي نيجاتيف نيجاتيف اي تبقى اي ديفايدد الاي عندي اللي هي بكام؟ اللي هي ب 2. 1 اوفر 2 بلس 3، 3 اللي هي ال 6 اوفر 2 يعني 7 اوفر 2 هيكوالز الاي اوفر 2، يبقى على طول الاي عندي ب 7. المساله اللي بعديها اف 1 بلس اي از 1 اوف ذا تو روتس الايكويشن دي، عايزين الاذر روت وعايزين مين؟ وعايزين ال A. يبقى انا عندي ال L equals 1 بلس مين؟ بلس ال I. وال M عايزينها، مديني ال A ب 1، مديني ال B ب نيجاتيف 2، ال C عندي بكام؟ ب A. المسائل اللي زي دي ما نضيعش وقتنا ونحل، ان احنا عارفين since ان 1 بلس I is a complex root then the other root is its conjugate. تمام؟ يبقى أنا الـ M على طول هت equals A 1 minus mean minus الـ I. طب أجيب الـ A إزاي؟ إحنا عندنا الـ L times الـ M هت equals الـ C divided الـ A، واحنا عارفين ان النمبر تايمز الكونجكت بتاعه بيديني الفيرست سكويرد بلس السكند سكويرد. مين هو الفيرست؟ اللي هو الريل بارت. مين هو السكند؟ اللي هو الايماجينري بارت بدون الاي. يبقى انا عندي هنا ال1 بلس مين؟ بلس ال1 ايكوالز السي اوفر الاي، السي عندي اللي هي الاي اوفر ال1، يبقى على طول الاي ايكوالز 2. يلا اللي بعديها 2 بلس اي 1 اوف ذا تو روتس، يبقى ذا اذر روت سينس 2 بلس ال i is a complex root يبقى then the other root is its conjugate. يبقى انا عندي ال m هيبقى 2 minus ال a ال i. المطلوب مطلوب نجيب الـ A، الـ A اللي هي في مكان الـ B، يبقى هنستعمل L بلس M، الـ L بلس الـ M بنيجاتيف B أوفر الـ A، يبقى 2 بلس الـ I، الكلام ده بلس 2 ماينس الـ I إيكوالز نيجاتيف B اللي هي نيجاتيف A ديفايدد الـ A عندي اللي هي ب 1. طبعا ده راح مع ده، يبقى أنا عندي نيجاتيف A إيكوالز 4، يبقى على طول زين الـ A إيكوالز نيجاتيف 4. يلا نشوف إكسرسايز 6. بيقول لي find the values of A و B in each of the following equations if 2 و 5 are the two roots to the equation دي، يعني مديني ال L ب 2، مديني ال M ب 5، ال A عندي ب 1، ال B عندي ب A، ال C عندي ب B. مش عايزين نتلخبط ان هو مستعمل هنا variables على نفس المسميات بتاعت ال coefficients، لازم نكون مركزين. هنا هنستعمل ايه؟ هنا هنستعمل الريليشنز L بلس M و L تايمز M ونطلع 2 equations in A and 2 unknowns. يبقى أول equation عندي L بلس ال M negative B over ال A، يعني 2 بلس ال 5 هت equals معانا negative B اللي هي negative A divided ال A اللي هي 1. يبقى على طول من هنا قدرنا نطلع N 7 equals negative ال A، يبقى على طول ال A عندي equals negative ال 7. نعوض في الريليشن التانية اللي هي ال L times ال M اللي هي C over ال A، يبقى 2 times 5
هت ايكوالز معانا السي عندي بكام؟ السي عندي ب بي والاي عندي ب 1، يبقى على طول البي هت ايكوالز كام؟ التن. المساله اللي بعديها بيقول لي نيجاتيف 3 و7 ار ذا تو روتس الايكويشن دي. هنا الاي عندي بايه والبي عندي بنيجاتيف بي والسي عندي بنيجاتيف ال 28 21، وكنا على طول بنقول ان البي دي سيمبل والبي دي ايه فاريبل. ناخد بالنا بقى هنا لما اجي ابدا ما ابداش بالال بلس الام، لان الاي عندي مجهوله والبي عندي مجهوله، لكن ابدا بمين؟ ابدا بال تايمز الام، لان هي هتكشف لي الايه. هت ايكوالز مين؟ سي اوفر الاي، يبقى نيجاتيف 3 تايمز 7 هت ايكوالز السي عندي بنيجاتيف 21 ديفايدد الاي الاي، يبقى نيجاتيف 21 هت ايكوالز نيجاتيف 21 ديفايدد الاي، يبقى على طول الاي ايكوالز كام؟ ايكوالز 1. يبقى انا كشفت الاي ديت، اقدر دلوقتي استعمل ال ال بلس الام اللي هو بي ايكوالز نيجاتيف بي اوفر الاي، يبقى زين نيجاتيف 3 بلس 7 هي ايكوالز معانا نيجاتيف بي، البي عندي بكام؟ بنيجاتيف بي، يبقى نيجاتيف نيجاتيف بي ببي، والاي عندي بكام؟ احنا جايبينها ب 1، يعني ال 4 ايكوالز كام؟ ايكوالز البي. المساله اللي بعد كده بيقول لي نيجاتيف 1 و 3 اوفر 2 ار ذا تو روتس الايكويشن دي. يبقى انا عندي ال ال بنيجاتيف 1 والام ب 3 اوفر ال 2، وعندي الاي بايه والبي بنيجاتيف 1 والسي بكام؟ بي بي. يبقى انا هشتغل مع ال ال بلس الام عشان البي عندي معروفه والاي بس اللي مش معروفه. يبقى ال ال بلس الام دي عباره عن نيجاتيف بي اوفر الاي، يعني نيجاتيف 1 بلس 3 اوفر 2، الكلام ده هي ايكوالز نيجاتيف نيجاتيف 1 ب 1 اوفر كام؟ اوفر الاي. طيب نيجاتيف 1 بلس 1 اند هاف يديني 1 اوفر 2، يبقى 1 اوفر 2 ايكوالز 1 اوفر اي، يبقى على طول الاي بكام؟ الاي ب 2. نعوض في الريليشن الثانيه اللي هي ال تايمز ام ايكوالز السي اوفر الاي، واللي منها نيجاتيف 1 تايمز 3 اوفر ال 2 هي ايكوالز معانا السي بي بي والاي عندي بكام؟ ب 2. ده يروح مع ده يبقى على طول البي بنيجاتيف 3. المساله اللي بعديها بيقول لي ان روت 3 اي ونيجاتيف روت 3 اي ار ذا تو روتس الايكويشن دي، والاي عندي ب 1، عايزين البي وعايزين السي. المسائل اللي بيكون فيها كومبلكس روتس انا بعتبرها اسهل من المسائل اللي فيها ريل روتس. ليه؟ لان السم بتاعهم ال بلس الام بيكوالز ايه؟ بيكوالز توايس الريل بارت، والريل بارت عندي هنا بزيرو يبقى هيديني زيرو. يعني ال بلس الام ايكوالز ايه؟ ال عندي بروت 3 اي، الام عندي نيجاتيف روت 3 اي، هيروحوا مع بعض يبقى بكام؟ يبقى بزيرو. يبقى انا عرفنا ان نيجاتيف بي اوفر الاي ايكوالز الزيرو، يبقى لازم البي تكون بكام؟ بزيرو. يبقى انا هنا زين البي ايكوالز زيرو، اللي هي هنا ايه؟ اللي هي ايه؟ تمام؟ طيب وبالنسبه للمالتبليكيشن، المالتبليكيشن بي ايكوالز الفيرست سكويرد بلس السكند سكوير، الفيرست اللي هو الريل بارت، الريل بارت سكويرد بلس الايماجينري بارت سكوير، الريل بارت هنا بكام؟ بزيرو، يبقى زيرو سكويرد بلس روت 3 سكوير اللي هو كام؟ زيرو بلس 3 يديني 3. طب ده بي ايكوالز ايه؟ بي ايكوالز سي اوفر الاي، والاي عندي ب 1 اللي هو سي اوفر 1، يبقى على طول السي بكام؟ السي عندي ب 3. يبقى المساله دي هنا الاي ايكوالز 0 والسي ايكوالز 3. يبقى انا لما تجيلي المساله فيها كومبلكس روتس ما تخضش منها، لا بالعكس ده افرح. ليه؟ لان هي في الشغل بتبقى اسهل كتير من لو جالي التو روتس ايه؟ ريل نمبرز. يلا نشوف اكسرسايز 7. يقول لي فايند الفاليو اوف كي ان ويتش اوف ذا فولوينج ويتش ميكس one of the roots للايكويشن دي is additive inverse of the other. هنا بنعمل ايه؟ هنا احنا عايزين نتشيك ان احنا عارفين الريماركس ويل. الريماركس اللي احنا شرحناها في الدرس وقلنا ان بيجي لي سنتنس لازم اعرف اترجمها كويس. هنا بيقول لي one of the roots is additive inverse of the other، يعني هنقول كده since ان ال L equals negative الام
ده كان معناه ايه؟ كان معناه ان البي ايكوالز زيرو، الكوفيشنت بتاع الاكس ايكوالز زيرو. اوكي، يبقى زين الكي ماينس 1 ايكوالز زيرو، نودي ال1 الناحيه الثانيه، يبقى على طول الكي بكام؟ ب1. تمام، يبقى احنا لازم نحفظ ان لما يقول لي روت از ان اديتيف انفرس للتاني يبقى البي بزيرو. طيب المساله اللي بعد كده يقول لي one of the roots للايكويشن دي is the multiplicative inverse of the other. يعني ايه؟ يعني سنس ان ال L equals 1 over M، دي معناها ايه؟ دي معناها ان ال A equals ال C، الكوفيشنت بتاع ال X squared بي equals ال absolute term، ومش هنبص هنا خالص. يبقى على طول ال K minus 2 هت equals معناها negative ال 4، نودي دي هنا، يعني ال K بنيجاتيف ال 4 بلس ال 2 which is نيجاتيف ال ايه؟ نيجاتيف ال 2. المسألة اللي بعد كده بيقول لي one of the two roots للإيكويجن دي is the multiplicative inverse of the other. يعني since ان ال L equals 1 over ال M يبقى then ال A equals ال C. طب ال A عندي بكام؟ اهي ال A عندي ب 4K، وال B ال B عندي ب 7، والسي السي عندي بكي سكويرد بلس الفور، ده كله السي. يبقى سينس ان الاي ايكوالز السي يبقى زين 4 كي هت ايكوالز كي سكويرد بلس الاي بلس الفور، نجيب دي هنا بالنيجاتيف ساين، يعني الكي سكويرد ماينس 4 كي بلس الفور ايكوالز زيرو، وطبعا ده بيرفكت سكوير اللي هو ايه؟ اللي هو كي ماينس 2 سكويرد equals 0. يعني ال k minus 2 equals 0، يبقى then ال k equals ال 2. المسألة اللي بعد كده بيقول لي one of the two roots للإيكويجن دي is the multiplicative inverse of the other. ناخد بالنا ان الإيكويجن دي مش في الستاندرد فورم، الستاندرد فورم كلهم في left hand side وبيكوالز 0. يعني هنا هيبقى 2x squared plus ال k squared minus 5x minus 2 equals كام؟ equals 0. جبتهم هنا، من هنا نقدر نعرف ان ال A ب 2، ونعرف ان ال B ب negative 5، ونعرف ان ال C ب k squared minus ال 2. و since ان ال L equals 1 over M، قال لي الكلام ده فين؟ اهو one of the roots ماله is the multiplicative inverse of the other. نستنتج من كده ايه؟ ان لازم يكون الكوفيشنت of ال x squared بي equals ال absolute term. تمام؟ يعني ال a equals ال a ال c، يعني ال k squared minus ال 2 equals كام؟ equals ال 2. دي تيجي هنا، يعني ال k squared equals ال 4، يعني ال k هت equals positive negative root ال 4 اللي هي بوزيتيف نيجاتيف ال2. يلا نشوف المساله اللي بعد كده. بيقول لي find the value of c if one of the two roots ماله is double the other root. هل احنا خدنا في الريماركس ان لو في عندي root double الاذر يبقى في علاقه ما بين الكوفيشنت وبعض؟ ما خدناش. يبقى لازم نشتغل على المساله دي من الاول. نقول ايه؟ انا عندي two roots، واحد ال والتاني كام؟ والتاني ام، وعندنا ال A ب 1 وال B ب negative 3 وال C عندي بكام؟ ب C. هو بيقول لي ان واحد منهم double الاذر، هنقول ان ال L equals كام؟ 2M. ما ينفعش اروح اشتغل على relation بتربط لي ال A وال B والتو روتس وانا داخل بالتو روتس L و M الاثنين مجهولين. امال هنعمل ايه؟ هنستبدل ال L ونخش مكانها بالايه؟ بال 2M. في الحاله دي هيبقى عندي equation in one unknown. يبقى sense ان ال L plus ال M equals negative B over ال A، ولسه عملت L plus M عشان انا عيني رحت بيها هنا لقيت ان السي مجهوله، فما اقدرش اخش على ال L times M دلوقتي equals C over ال A، لان انا عندي هنا مش معروف الروتس، مش معروفه والسي مش معروفه. طيب اعمل ايه في ال L؟ نشيلها ونحط مكانها 2M، هيبقى plus ال M equals negative b اللي هو negative negative 3 ب 3 over ال a over ال 1، يعني ال 3m
equals 3 يبقى على طول ال m equals كام؟ equals 1. يبقى انا هنا كشفت التو روتس. ليه؟ لان انا عندي ال l equals ايه؟ 2m. يبقى زين ال m عندي اول روت equals 1 والسكند روت اللي هو 2m اللي هو هي equals 2 times ال 1 which is ال 2. سهل دلوقتي عليا اروح اجيب ال c لان انا عارف ان ال l times ال m equals ال c divided ال a. يعني ال l عندي ب 2 times ال m ب 1 equals ال c اللي احنا عايزينها divided ال a ب 1 يبقى على طول ال c بكام؟ ال c ب 2. المسألة اللي بعد كده بيقول لي find the value of k if one of the two roots للإيكويجن دي is double the additive inverse. يعني إيه double الأديتيف؟ أنا عندي L equals negative ال M ده كده بي equals الأديتيف بتاع ده، لكن بيقول لي double الأديتيف يبقى هنحط هنا إيه؟ هنحط 2. يبقى دي الريليشن ما بين الروتس. طب إحنا معرفين الـ A بكام؟ معرفين الـ A بـ 1 والبي عندي بكي والسي عندي بنيجاتيف 98. يبقى انا ممكن استغل الاي والسي ان هم معروفين واشتغل على ال تايمز الام بسي اوفر الاي. بس لو دخلنا عليها كده هيبقى عندي تو انونز ال والام. يبقى نعمل ايه؟ ال دي اعوض عنها بالفاليو اللي هي نيجاتيف 2 ام. نبدا المساله ازاي؟ نقول كده سنس ان ال تايمز الام equals ال c over ال a. ال l عندي احنا عارفينها بنيجاتيف 2m times ال m equals ال c بنيجاتيف 98 divided ال a ب 1. يبقى على طول then ال m squared هت equals negative 98 divided negative 2 اللي هت equals معنا 49. يبقى then ال m عندي positive negative root ال 49 اللي هي positive negative الـ A الـ 7. طالما جبنا الـ M سهل اجيب الـ L. يبقى عندي الـ L هت equals negative 2M اللي هي negative 2 times positive negative 7 اللي هي هت equals ناخد بالنا بقى هت equals معايا كام؟ negative positive 14. لان انا عندي negative 2 times positive 7 negative 14. يعني هما خلف خلاف، يعني واحد بوزيتيف لازم يكون التاني بالايه؟ بالنيجاتيف. يبقى التو سوليوشنز اللي عندنا ايزر ان الام ايكوالز 7 والال ايكوالز نيجاتيف 14 اور ان الام ايكوالز نيجاتيف 7 والال ايكوالز 14. ونبتدي نشتغل بقى على القانون التاني اللي هو ال بلس الام equals negative b over ال a. نشتغل بالتو فاليوز دول، تمام؟ يبقى لما ال l عندي بنيجاتيف 14 بلس ال m ب 7 هت equals معانا ال b عندي ب k يبقى نيجاتيف b بنيجاتيف k ال a عندي بكام؟ ب 1. يبقى على طول في الحاله دي هنا نيجاتيف 14 بلس ال 7 بنيجاتيف 7 equals نيجاتيف k يبقى ال k عندي بكام؟ في عندي ب 7. ولو ال L عندي ب positive 14 هيبقى ده عندي minus ال 7 هت equals negative k divided 1. يبقى هنا 7 equals negative k يعني ال k بنيجاتيف 7. يبقى الحل بتاعنا ال k هت equals positive negative ال 7. يلا المسألة اللي بعد كده find the value of n اللي هي ديت which makes one of the two roots اهو ماله exceeds the other root by one. كلمة exceeds the other by one عندي حلين، يا إما أقول L minus one equals M يا إما أقول N ال L equals A M plus ال one. تمام؟ طب إحنا ال A بكام؟ ال A عندي ب one، ال B negative five، ال C ب N. نخش نشتغل مع مين؟ مع الريليشن اللي فيها الاتنين دول معروفين. يعني since ان ال L plus ال M equals negative B over ال A يبقى then ال L عندي بكام؟ انا دايما بحب اشيل ال L، بشتغل على الام على طول. يعني هشيل ال L دي كده واحط مكانها ال M plus ال 1. نقاد بعد كده ال M دي plus ال M هت equals negative B negative negative 5 ب 5 divided ال A ال 1 يبقى 2M هت equals 5 minus 1
يعني 2m هت equals 4 يبقى then ال m equals كام؟ equals 2 ومنها ال l عندي equals m plus 1 اللي هي 2 plus 1 which is 3. يبقى احنا جبنا then ال l equals 3 وال m equals 2. نقدر نخش بقى هنا since ان ال l times ال m equals c over ال a يبقى 3 times 2 equals ال C بكام؟ ال C بN وال A ب 1 يبقى على طول ال N equals ال 6. المسألة اللي بعد كده بيقول لي find the value of A which makes one of the two roots لل equation دي ماله؟ exceeds double the other A by 1. يعني ايه exceeds double the other؟ يعني كده L minus ال 2M equals كام؟ equals 1. أو نقول ال L equals ال 2m بلس مين؟ بلس ال 1. يعني هو ازيد من دبل الاذر باي 1. تمام؟ طيب ال a عندي بكام؟ ال a ب 1، ال b نيجاتيف a، ال c 21. نشتغل مع ال a وال c. يبقى سينس ان ال l تايمز ال m ايكوالز ال c اوفر ال a، نشيل ال l ونحط الفاليو بتاعتها اللي هي 2m بلس ال 1. يبقى ال 2m بلس ال 1 times ال m هي equals ال c بكام؟ ب 21 وال a عندي ب 1. يعني 2m times ال m 2m squared. هنا 1 times ال m plus ال m، يلا نجيب دي هنا هيبقى minus ال 21 equals كام؟ equals 0. يلا نجرب سيزر، ما عنديش غير 2m times ال m. a by a يديني 21 والdifference 21 ما فيش غير 3 times ال 7. واضح ان انا هحط ال 3 هنا وال 7 هنا عشان ده يبقى 6 وده يبقى 7. حط البوزيتيف هنا عشان الدياجونال ده يبقى بالبوزيتيف، وانا نيجاتيف يبقى انا عندي ده كده وده ايه وده كده. يبقى ال 2m بلس ال 7 تايمز ال m ماينس 3 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. ده معناه ان هنا هيبقى ال m ايكوالز نيجاتيف 7 ديفايدد ال 2. تمام؟ وال a وال m هنا هت equals كام؟ 3. طيب في الحالة دي ال L هيبقى بكام؟ ال L هيبقى 2 times negative 7 over ال 2 plus ال 1. دي تروح مع دي يبقى هيدي negative ال 6. طب وفي الحالة دي ال L عندي هي equals 2 times 3 plus ال 1 which is ال 7. يبقى أنا عندي either إن ال M equals negative 7 over ال 2 وال L equals negative 6، or ان ال M عندي equals 3 وال A وال L equals ال 7. بعد كده نعمل ايه؟ نروح نشتغل على ال L plus ال M equals negative B over ال A. اللي هي ايه negative B over ال A؟ اللي هي negative negative A اللي هي A over ال A ب 1 اللي هي هت equals ايه؟ اللي هي هت equals A. مرة ناخد ال L وال M دول ومرة ناخد ال A اللي تحتيهم. يبقى في الحالة دي ال A عندي هت equals negative 7 over ال 2، الكلام ده minus ال 6 which is دي negative 3.5 و 6 يبقى negative 9.5. وعندي هنا ال A هت equals الاتنين بلس بعض يعني ال 7 بلس ال 3 which is ال 10. يبقى ال A إما كده أو كده. يلا نشوف المسألة اللي بعد كده. بيقول لي in the equation D find the value of A if the sum of the two roots equals 3 والبرودكت equals رقم 2. طبعا دي سهلة. ليه سهلة؟ لأن السنتنس دي كشفت لي حاجة مهمة قوي، كشفت لي ال L بلس ال M كلها وبيقول equals كام؟ equals 3. وأنا عندي سنس إن ال L بلس ال M equals negative B over ال A، نشيل دي كده ونحط مكانها 3 هت equals كام؟ negative ال b، ال b عندي ب a minus 3 يعني negative a minus 3 divided ال a اللي هي a minus كام؟ minus 2. أصبحت سهلة equation for one unknown. نعمل multiplication لده times ده يعني 3 times a minus 2 equals negative ال a minus 3. يبقى أنا عندي 3a minus 6 هت equals معانا negative ال a plus 3. نجيب دي هنا ونجيب دي هنا يبقى 4a equals 9 يبقى على طول زين ال a equals 9 over ال 4. دي في أول حاجة.
طيب تاني حالة لما يكون البرودكت بنيجاتيف 4، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ال تايمز ام بنيجاتيف 4، وانا عندي ال ال تايمز الام بسي اوفر الاي، نشيل دول ونحط مكانهم نيجاتيف ال 4. السي بكام؟ السي عندي هنا بنيجاتيف 4، يبقى نيجاتيف 4 الاي عندي بكام؟ اي ماينس 2. طبعا ده راح مع ده، يبقى على طول نودي ده هنا، يبقى ال a minus 2 equals 1، يبقى ال a equals كام؟ equals 3. المسألة اللي بعد كده بيقول لي in the equation دي find the value of k if the sum of the two roots equals 5، يعني ال l plus ال m equals a equals 5. طب انا عندي ال a بكام؟ انا عندي ال a ب k minus 4، ال b ب negative 3 minus ال k. ناخد بالنا انا لما باخد الكوفيشنت بتاع الاكس باخده بالساين بتاعته. طيب والسي عندي بنيجاتيف ال 3. الريليشن بتاعت الصم ان ال ال بلس ال ام ايكوالز نيجاتيف بي اوفر الاي، دي بكام؟ دي عندي ب 5، يبقى 5 هي ايكوالز معانا نيجاتيف البي، خلاص راحت النيجاتيف دي، يعني 3 ماينس الكي ديفايدد كي ماينس 4 هت ايكوالز ال 5، يبقى 5 تايمز كي ماينس ال 4 هت ايكوالز معانا 3 ماينس الكي، يعني 5 كي ماينس ال 20 هت ايكوالز معانا 3 ماينس الكي. نجيب دي هنا يبقى 6 كي هت ايكوالز معانا، نجيب دي هنا يبقى 23، يبقى زين الكي هت ايكوالز 23 ديفايدد ال 6. اللي بعديها لو البرودكت بنيجاتيف 3، يعني ال ال تايمز ال ام اللي هي هت ايكوالز سي اوفر اي، هنخلي ال ال تايمز ال ام دي بكام؟ بنيجاتيف 3، يبقى نيجاتيف سي هت ايكوالز معانا كام؟ السي بكام؟ بنيجاتيف 3. الاي عندي بكام؟ بكي ماينس ال 4. طبعا النيجاتيف سي راحت مع النيجاتيف 3، ده معناه ان الكي ماينس ال 4 ايكوالز 1، نجيب دي هنا بالبوزيتيف، يبقى الكي ب 1 بلس ال 4 اللي هي هت ايكوالز 5. يلا اللي بعديها بيقول لي one of its two roots equals the additive inverse of the other. طبعا سهلة النوعية دي من المسائل بتبقى سهلة. هو بيقول لي ان ال L equals كام؟ negative ال M، دي معناها ان ال B بكام؟ ال B بزيرو. نطلع فوق نشوف ال B كانت عندي بكام. ال B عندنا ب negative 3 minus K، يبقى negative 3 minus ال K equals zero، يعني ال 3 minus ال K equals zero، then الكي equals 3. اللي بعديها بيقول لي one of its two roots equals the multiplicative inverse، يعني since ان ال L equals 1 over ال M، يبقى على طول ال A equals ال C. طب انا عندي ال A بكام؟ ال A عندي K minus 4 وال C ب negative 3، يبقى then K minus 4 equals negative 3، يبقى ال K ب negative 3 بلس ال 4 يعني ال k equals ال 1. بروبلم 14 انا بعتبرها من المسائل المهمه جدا جدا، حتى اعمل لكم فيري امبورتنت ستامب اهو، عشان في جزئيه هنا ناس كتير قوي بتغلط فيها وممكن ما ناخدش بالنا منها، لان المساله بتمشي طبيعي جدا محدش هيحس ان هو عمل حاجه غلط. تعالوا مع بعضينا نبص على المساله دي ونركز في الحل بتاعها. هو هنا بيقول لي ايه؟ فايند الفاليو اوف كي which makes one of the two roots the equation دي double the other، يعني اكنه بيقول لي ان ال L equals كام؟ equals 2M. تمام؟ طب ال A بكام؟ ال A عندي ب 2. طب ال B؟ ال B عندي ب negative K minus 1، وال C ب K squared plus 2K minus 3. ناخد بالنا من حاجة، ان ال B وال C الاتنين مش معروفين، يبقى لازم اعوض في ال L بلس M ولازم اعوض في ال L تايمز M واساوي الروتس اللي هتجيلي من هنا بالايه؟ بالناتج الريليشن في كل من الاثنين. زي ما هنعمل دلوقتي كده، هقول كده سينس ان ال L بلس ال M هتيكوالز معانا نيجاتيف B اوفر ال A، هنشيل ال L زي ما متعودين في النوعيه دي من المسائل واحط الفاليو بتاعتها بدلاله الاذر روت، يعني ال 2M بلس ال M ايكوالز كام؟ equals negative b اللي هي negative دي اللي هي k minus 1 over ال a ب 2، يعني هنا 3m
بك ماينس 1 ديفايدد كام؟ ديفايدد 2. واللي منها هنقول نجيب ال 3 هنا يبقى ال m equals k minus 1 divided 6. دي كده equation 1. لحد كده ماشيين كويس، مفيش اي مشكلة خالص. الناحية التانية انا عندي ال l times ال m بكام؟ l times m ب c over ال a. واللي منها ال l عندي ب 2m وال m زي ما هي هت equals ال c بكام؟ k squared plus 2k minus 3 divided ال a اللي هي بكام؟ اللي هي ب 2. نجيب دي هنا يبقى عندي ال m squared هت equals كام؟ هتساوي معانا هنا k squared plus 2k minus 3 divided ال a ال 4 ودي كده 2. انا عايز اساوي دي بدي، يبقى لازم اعمل دي squaring عشان يبقى ده m squared واخد ده ساوي بده. يبقى squaring equation 1 او from equation 1 then ال m squared هت equals معانا k minus 1 squared divided كام؟ divided 36. ودي كده نخلي دي 3. from 2 و 3 انا عندي هنا m squared وعندي هنا m squared، هنساوي ده وده. يبقى from 2 and 3 then هنقول ايه بقى؟ k squared plus 2k minus 3 divided 4 هت equals معانا k minus 1 squared divided 36. ومن اول بقى اللقطة دي في نوعية من الطلبة ممكن تلاحظ حاجة. ايه بقى الحاجة اللي هنلاحظها؟ يعني نركز من اول هنا، من اول هنا كده في عندي طريقين. ممكن حد ياخد باله ان ده ممكن يتفك، يبقى كده هيبقى k plus 3 times k minus 1 divided كام؟ divided 4، صح ولا لا؟ 1 times 3 ب 3 والديفرنس يديني 2 وال 3 هتبقى مع الميدل ساين. طب ده هيكوالز ايه؟ هنعمل كده هيبقى k minus 1 times k minus 1 divided كام؟ 36. وتيجي بقى الغلطة الشنيعة اللي هتحصل هنا، ان انا اعمل ده كده يتكنسل مع ده كده. لو كنسلت ده يبقى انا كنسلت سوليوشن، ما ينفعش اعمل كده خالص، لان انا هنا بنسولف فور كي، فلازم اجيبهم كلهم في ايه؟ في سايد لوحده. طالما عندي كي سكويرد، لو عندي كي سكويرد مش هينفع اطير دلوقتي. الحل بعد كده هيمشي هنا ازاي؟ هنقول 4 ديفايدد 4 اديني 1، 36 ديفايد 4 اديني كام؟ اديني 9. نعمل ده تايمز ده وده تايمز ده، يعني هنقول ان 9 كي بلس ده تايمز 3 ب 27 هت ايكوالز معانا كي ماينس 1. نجيب ده هنا بالنيجاتيف يبقى 8 كي، نجيب ده هنا بالنيجاتيف ايكوالز نيجاتيف 28، يعني الكي بنيجاتيف 28 ديفايدد ال 8 اللي هي نعمل ديفايدد 4 يبقى نيجاتيف 7 ديفايدد 2، يعني الكي بتيكوالز نيجاتيف 7 ديفايدد 8 ديفايدد 2. طبعا اللي هيمشي بالطريقه دي هو هيحس ان مفيش حاجه غلط خالص، لكن الغلطه في اللقطه دي ما ينفعش اسمبليفاي في اللقطه دي. يبقى كل السوليوشن من اول ما اختصر ده كده wrong. امال الصح نعمل ايه؟ هنعمل كذا. عندي هيبقى k squared plus 2k minus 3 divided 4، الكلام ده هيكوالز، يلا نفك ده الفيرست سكويرد بk squared twice the first times the second يبقى 2k، ده بلس ال 1 ديفايدد 36. ممكن اقول ده ديفايدد 4 يديني 1 وده يديني 9، اكسبتد عادي في الحته دي طالما مش هطير كهات. وبعد كده اعمل ده تايمز ده يبقى 9 كي سكويرد الكلام ده بلس 18 كي ماينس 27 ايكوالز كي سكويرد ماينس 2 كي بلس ال 1. نجيب ده هنا بالنيجاتيف يبقى 8 كي سكويرد، ونجيب ده هنا بالبوزيتيف بلس 20 كي، ونجيب ده هنا بالنيجاتيف ماينس 28 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. نعمل ديفايدد 4 يبقى 2 كي سكويرد بلس 5 كي ماينس 7 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. نعمل سيزر، طبعا 2 كي سكويرد يبقى عندي 2 كي تايمز كي، اي تايمز اي اديني 7 والديفرنس 5، 1 تايمز 7 مفيش غيرها. هنحط طبعا ال 7 هنا، طبعا مش هينفع نحط ال 7 هنا، نحط ال 1 هنا، وعايزين هنا البوزيتيف مع الجريتر دياجونال، يبقى احط البوزيتيف هنا والنيجاتيف هنا، يبقى ده عندي كده وده عندي كده. يبقى تتفك معايا ل 2k بلس 7 تايمز k ماينس ال 1 ايكوالز 0.
يبقى يا اما ده بزيرو يا اما ده بزيرو. لو ده بزيرو يبقى على طول ال k هت equals معنا negative 7 divided 2، ولو ده بزيرو يبقى ال k equals كام؟ equals ال 1. يبقى زي ما انتم شايفين ال value of k اهي دي اللي طلعت هنا، بس زودنا عليها ايه؟ زودنا عليها الفاليو الثانيه اللي انا ايه اللي انا طيرتها منها. نركز قوي يا جماعه في المسائل زي دي، وحذاري من ان احنا نكنسل الايه الفاكتورز في اللقطه دي. يلا نشوف المساله اللي بعد كده. بيقول لي find the value of a which makes one of the two roots للايكويشن دي 4 times the other. يعني عايزين ال L بتيكوالز 4m. طيب ال A عندي بكام؟ ال A عندي هنا ب 1، ال B نيجاتيف A، ال C ب 2A ماينس ال 4. طيب L بلس M بتيكوالز معانا نيجاتيف B ديفايدد مين؟ ديفايدد ال A. ال L عندي بكام؟ 4m، يبقى 4m بلس ال M ايكوالز كام؟ نيجاتيف ال B اللي هي نيجاتيف نيجاتيف A ب A ديفايدد ال A اللي هي ب 1. يبقى على طول ال 5m هتيكوالز معانا ال A، يعني ال M ب A اوفر ال 5، ودي كده ايكويشن 1. ال L تايمز M ب C اوفر ال A، يعني ال 4m تايمز ال M. ال C عندي بكام؟ 2A ماينس ال 4 ديفايدد ال A ب 1، يعني ال M سكويرد ب 2. ناخد هنا ال 2 كومون، عندي هنا A ماينس 2 ديفايدد ال 4 تحت، ده يديني 1 ده يديني 2 اللي هي هتيكوالز معانا A ماينس 2 ديفايدد كام؟ ديفايدد 2. كده ايكويشن 2. فروم ايكويشن 1 عشان اساويهم ببعض لازم اعمل سكويرنج للايكويشن دي، يبقى فروم 1 زين ال m squared equals معانا a squared divided ال a 25، نخلي دي 3، نساوي 2 ب 3 from equation 2 and 3 اللي احنا ملاحظينه، and ال a squared divided 25 هت equals معانا a minus 2 divided ال 2، يعني ده times ده equals ده times ده. يبقى 2a squared هت equals معانا هنا 25a minus 50، نجيبهم كلهم في left hand side، يبقى ال 2a squared minus 25a plus ال 50 equals 0. نعمل scissor 2a times a، a by a يديني ال 50 والسم يديني 25. طبعا مسهلها نحط هنا الساين كده وكده، نقول مثلا 5 times ال 10. لو خلينا هنا 10 وهنا 5، هنا 5 وهنا ايه؟ وهنا 10، كده يبقى 20، كده يبقى 5، يبقى الصم 25، ده براكت وده انذر براكت، يبقى 2a minus 5 times a minus 10 equals 0. من هنا يبقى ال a equals 5 divided 2، وال a عندي هت equals الناحية التانية بكام؟ ب 10. ناخد بالنا ان المسألة دي لما جالي التو سايدز ما جاليش فاكتورز اقدر اطيرها. يعني لو فرض ولقينا مثلا هنا a minus 2، اوعى حد يطير ده مع ده، احنا كده شلنا solution. problem 16 بيقول لي if the sum of the two roots to the equation دي equals 3 والproduct of 5 find the value of each of a و b. المسألة دي اسهل من اللي قبليها، النوعية دي اسهل كتير من اللي قبليها. ليه؟ لان انا عندي ال L plus ال M equals negative b over ال A، وعندي ال L times ال M ب c over ال A، وهو مديني الصم ب 3، يعني 3 equals negative b over ال A، ومديني البرودكت ب 5 و 5 equals ال C over ال A. كل هنعمله هنعرف ال A ونعرف ال B ونعرف ال C ونعوض. ال A عندي بكام؟ ب A minus 2. ال B عندي بكام؟ ب negative A. ال C عندي بكام؟ ب B squared. يلا نعوض هنا، نيجاتيف بي اللي هي نيجاتيف نيجاتيف A تبقى بوزيتيف A ديفايدد ال A عندي بكام؟ ال A عندي ب A minus 2 تديني كام؟ تديني 3. equation in one unknown، يبقى 3A minus 6 equals ال A، نجيب دي هنا ونجيب دي هنا، يبقى 2A equals 6، يبقى زين ال A equals 3. وانا عندي البرودكت اللي هو C over ال A ب equals كام؟ ب equals 5. طيب السي بكام؟ السي عندي ب سكويرد،
ال A بكام؟ ب A minus 2. الكلام ده هي equals ال 5. وال A احنا جايبينها ب 3 نعوض عنها هنا، يبقى then B squared divided 3 minus 2 equals ال 5. 3 minus 2 ب 1 يعني ال B squared equals ال 5. يبقى then ال B equals positive negative root ال A ال 5. المسألة اللي بعد كده عايز ال value of C which makes one of the two roots لل equation دي equals the square of the other root. يعني عايزين ال L equals ال M ايه؟ ال M squared. ال coefficient اللي يحكم الروتس بالمنظر ده. ال A عندي بكام؟ ال A عندي ب 1. ال B عندي بكام؟ negative 6. ال C عندي بكام؟ ب C. سهلة قوي. إن أنا كاشف جزء هنا. أنا عندي ال L plus ال M negative B divided ال A. نشيل ال L أحط مكانها M squared. يبقى M squared plus ال M هت equals معنا negative negative 6 ب 6. ال A عندي ب 1. يعني ال M squared plus ال M نجيب دي هنا بالنيجاتيف يبقى minus ال 6 equals كام؟ ال 0. سهلة قوي. هيبقى عندي هنا M plus ال 3 وعندي هنا M minus ال 2 equals 0. يبقى يا إما M plus 3 equals 0 أو M minus 2 equals 0. يبقى then ال M عندي هت equals minus 3 or ال M عندي هت equals كام؟ هت equals 2. طيب في حالة لما ال M عندي بنيجاتيف 3 يبقى ال L بكام؟ يبقى ال L على طول عندي في الحالة دي نيجاتيف 3 سكويرد ب 9. ولما ال M ب 2 يبقى ال L عندي بكام؟ يبقى ال L عندي ب 4. ويبقى أنا عندي الإيكويجن اللي هي L تايمز M إيكوالز C أوفر ال A. هيكون ليها حلين، مرة هستعمل الاتنين دول ومرة هستعمل الاتنين دول. يبقى زين ال L تايمز M هقول 9 تايمز نيجاتيف 3 هت equals ال C عندي اللي هي ب C، ال A عندي اللي هي ب 1، يبقى then ال C عندي هت equals negative 27. or ال L عندي هاخدها مرة ب 4 times ال M عندي ب 2، الكلام ده هي equals ال C over ال 1، يعني ال C equals كام؟ ال 8. يبقى ال C يا إما ب negative 27 يا إما ب 8. Problem 18 بيقول لي if one of the two roots للإيكويجن دي equals the square of the other root find the C. سهلة برضو. يعني ال L عندي equals M squared. عندي ال A بكام؟ ال A عندي ب 8. ال B عندي negative 30. ال C عندي ب C. من ده وده أشتغل على ال L plus ال M بنيجاتيف B over ال A. يبقى then هنشيل ال L دي وحط M squared. يبقى M squared plus ال M هت equals negative negative 30 يعني 30 divided ال A ب 8. يبقى ال M squared plus ال M كلام ده 30 divided 2 يديني 15 و 8 divided 2 يديني 4. هيبقى minus ال 15 divided ال 4 equals كام؟ equals 0. 15 divided 4 ب 3.75. لو انا عملت ده 3.75 مش هعرف اشتغل على الفاكتورز بتاعته، فهضطر اخش احلها جنرال فورمولا. يبقى اعمل ايه؟ اعمل الايكويشن تايمز 4 ملتبلاي ذا ايكويشن باي 4. يبقى انا عندي 4m سكويرد بلس 4m minus ال 15 equals A equals 0. واقدر اجرب سيزر فين في الحالة دي. ال 4M squared 2M times ال 2M ال 15 ب 3 times 5 وعايزين ال difference 4. يبقى نحط هنا ال 3 وهنا ال 5 كده 10 كده 6 ال difference 4. نحط ال positive هنا وال negative هنا، يبقى ده كده bracket وده another bracket. يبقى then 2M minus 3 times 2m plus ال 5 equals كام؟ equals 0. من هنا يبقى ال m هت equals 3 over ال 2 or ال a ال m هت equals negative 5 over ال 2. يبقى انا عندي ال l في هذه الحالة هت equals m squared اللي هي 9 over 4 or ال l عندي هت equals هنا هيبقى 25 over ال a over ال 4. نرجع بعد كده نعوض في الريليشن بتاعت الملتبليكيشن.
يبقى since ان ال L times ال M ب C over ال A، يبقى أول حاجة عندي أخد الاتنين دول 3 divided 2 times 9 over 4 هت equals كام؟ ال C عندي ب C وال A عندي ب 8، يبقى C divided ال 8 طبعا 2 times 4 يديني 8، يبقى كل ده راح مع ده، يبقى على طول ال C هنا ب 27. والناحية التانية لما أخد التروتس دول يبقى ال negative 5 over 2 times ال 25 over 4 equals ال C over ال 8، ده برضو راح مع الاتنين دول، يبقى ال C عندي هت equals كام؟ negative 125. السؤال اللي بعديها problem 19 بيقول لي find the value of A which makes one of the two roots to the equation D exceeds the additive inverse of the other root by 1. يعني لو واحد منهم L الاديتيف عبارة عن ايه؟ minus ال M، هيزيد عن ده ب 1 يبقى بلس مين؟ يبقى بلس ال 1. وانا عندي ال A ب 4 وال B ب negative A وال C ب negative 3، دي ودي معروفين، يبقى نروح نقول L times ال M equals كام؟ equals C over ال A. نعوض بالفاليو بتاعت ال L اللي هي negative ال M بلس مين؟ بلس ال 1. الكلام ده times ال M هي equals ال C بكام؟ negative 3 divided ال A عندي بكام؟ ب 4. يعني هنا negative M squared الكلام ده بلس ال M equals negative 3 over 4، نودي ال 4 هنا يبقى negative 4m squared plus 4m، نجيب دي هنا هيبقى plus 3 equals 0، نعمل times negative 1 يبقى 4m squared minus 4m minus 3 equals 0. يلا نشتغل سيزر، نقول مثلا 2m times m 2m برضو، هنا 3 times 1، هنا 6 كده 2، ال difference ما بينهم 4، نخلي ده negative ونخلي ده positive، يبقى ده bracket وده another bracket، يبقى then 2m minus 3 times 2m plus 1 equals كام؟ equals 0. في الحالة دي يا إما ال m عندي هت equals 3 over ال 2 or ال m عندي هت equals ايه هنا؟ negative 1 over ال 2. لو ال m بالفاليو دي يبقى ال L عندي بكام؟ negative m plus 1 اللي هي negative 3 over ال 2 plus 1 اللي هي negative 1 half. ولو ال m بnegative 1 half يبقى ال L هت equals negative negative 1 half 1 half plus 1 which is 3 over ال 2. اشتغل على القانون التاني اللي هو L plus ال m equals negative b over a، مرة بالتو values دول ومرة بالتو values دول، يبقى هنا زين هنعوض بالL هنا negative 1 over 2 plus 3 over 2 هت equals negative b بكام؟ اللي هي negative a اللي هي negative negative a، يبقى أنا عندي هنا a والa عندي هنا ب 4 اللي هي هتدينا ده هيبقى هنا 2 negative 1 plus 3 ب 2، يبقى ده هيكوالز معايا A over 4، يبقى ده كده راح مع ده، يبقى أنا عندي هنا الـ A equals كام؟ equals 4. يلا نشوف الناحية التانية، أنا عندي 3 over 2 الكلام ده هيبقى minus 1 over 2 هت equals A over 4 اللي منها هيبقى برضو 2 over 2 اللي هي 1 equals A over 4، يعني الـ A برضو equals A equals 4. problem 20 بيقول لي find the value of A which makes one of the two roots to the equation D exceeds the multiplicative inverse of the other by A by 1. احنا دايما بنسمي التو روتس L وكام؟ L وM. طب هو بيقول لي في واحد بي exceeds المultiplicative inverse by 1، يعني لو عندي واحد اهو هي equal المultiplicative اللي هو ايه؟ 1 over الM، كلام ده مين؟ هيبقى plus 1، يبقى انا عندي واحد منهم بي اكزيدز الملتيبليكاتيف بتاع التاني باي 1. يلا نعرف الاي والبي والسي، الاي عندي ب 2 البي عندي بنيجاتيف اي السي عندي ب 3، يبقى لما نيجي نشتغل نشتغل على الريليشن اللي بتحكم الاي والسي اللي هي
ال تايمز الام بتيكوالز ال سي اوفر الاي. وانا عندي ال ال ب 1 اوفر الام بلس ال 1 تايمز الام دي اهي هت ايكوالز ايه؟ السي اوفر الاي. السي بكام؟ السي ب 3 والاي عندي ب 2، يبقى ام تايمز 1 اوفر ام يديني 1 الكلام ده، بلس ام تايمز 1 يديني ام الكلام ده، هيكوالز 3 اوفر ال 2 يعني الام هت ايكوالز 3 اوفر ال 2 ماينس ال 1 اللي هي 1 اوفر ال 2. يبقى لو الام ب 1 اوفر 2 يبقى ال ال عندي هت ايكوالز 1 اوفر 1 اوفر 2 ب 2، يبقى 2 بلس ال 1 which is 3. يبقى انا جبت ال M وجبت ال L، عايزين مين؟ عايزين ال A. يبقى since ان ال L plus ال M بنيجاتيف ال B over ال A، يبقى then ال 3 plus ال 1 over 2 نيجاتيف B اللي هي نيجاتيف نيجاتيف A تديني A، ال A عندي ب 2 يعني 7 over 2 equals ال A over 2، يبقى على طول ال A ب 7. المسألة اللي بعد كده بيقول لي find the value of c if one of the two roots to the equation d is less by 2 than the square of the other. احنا متعودين التو روتس عندي ال وام، طيب ال ال هنا هي ايكوالز ايه؟ بيقول لي square of the other يعني ام squared، وبعدين بيقول لي less by 2 than ال square of the other، يبقى ام squared minus كام؟ minus 2. وانا عندي الاي بكام؟ الاي عندي ب1، البي عندي بنيجاتيف 10، والسي عندي بكام؟ بي سي. طيب ريليشن بتاعتي اللي هي ال بلس الام عباره عن نيجاتيف بي اوفر الاي، نعوض عن ال ال بام سكويرد ماينس ال2 الكلام ده، بلس الام هي ايكوالز نيجاتيف بي اللي هي نيجاتيف نيجاتيف 10 ب 10 ديفايدد 1 يعني الام سكويرد بلس الام، نجيب دي هنا بالنيجاتيف ماينس ال 12 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. يبقى انا عندي ام بلس ال 4 تايمز ام ماينس 3 ايكوالز 0، يعني الام عندي هت ايكوالز نيجاتيف 4 اور الام عندي هت ايكوالز ال 3. لو الام بنيجاتيف 4 يبقى عندي ال ال هت ايكوالز هنا نيجاتيف 4 سكويرد ماينس 2 اللي هي 14، او ال ال عندي هت ايكوالز هنا 3 سكويرد ماينس 2 which is 9 ماينس 2 which is الايه؟ ال 7. يبقى انا عندي 2 values للروتس، يا اما ام بنيجاتيف 4 والتاني 14، يا اما الام ب 3 وال ال بكام؟ ب 7. يلا نجيب ال value of c since ان ال ال تايمز ال ام ايكوالز c over ال a، then لو هنعوض بأول 2 values يبقى negative 4 times ال 14 هت equals ال c over ال a ب 1، يبقى عندي c هت equals negative، أنا عندي 12 times ال 4 ب 48 نزود عليها 8 تبقى 56. ولو خدنا ال 2 values دول اللي هم ال 3 times ال 7 هتديني كام؟ ال c over ال 1 يعني ال c equals كام؟ 21. المسألة اللي بعد كده بيقول لي if the ratio between the two roots للإيكويجن دي 2 to 3 proof إن ده equals ده. المسائل دي يا جماعة أسهل من اللي قبليها، ليه؟ لأن أنا عندي التو روتس بنفرضهم L و M. طب هو مديني ratio، الراتيو ما بينهم 2 to 3، يعني ممكن أقول إن الروتس اللي عندي 2L و 3L، أو ممكن أقول 2M و 3M. معايا؟ يبقى انا ممكن اخلي الايكويشن في 1 فاريبل، تمام؟ يبقى consider that the two roots are 2L and 3L. ليه؟ عشان هو مديني هنا ratio. نعرف الـ A والـ B والـ C. الـ A عندي بـ A، الـ B عندي بـ B، والـ C عندي زي ما هي بـ C. يلا نجيب السم اللي هو ال بلس الام، ال ال بلس الام بنيجاتيف البي اوفر الاي، يبقى انا عندي واحد منهم ال ده سيمبل قيمته كام؟ 2L،
وال LED variable plus 3L equals negative B over ال A. يعني 5L equals negative B over ال A, واللي منها ال L هي equals كام؟ negative B over ال 5A. من الريليشن التانية أنا عندي ال L times ال M equals C over ال A. يعني ال 2L times ال 3L هت equals ال C over ال A, واللي منها هنقول 6L squared equals C over ال A. يلا نجيب ال 6 هنا, يبقى ال L squared equals C over 6A. دي كده 1, دي كده كام؟ 2. عايز اسويهم ببعض, ما ينفعش اسوي ال L بال L squared, يبقى اعمل squaring ل equation 1. يبقى squaring equation 1 او from equation 1, يبقى then L squared هت equals B squared, لان negative B squared B squared divided 5A squared اللي هي 25A squared. نخلي دي 3. from 2 3 نقدر نسوي ده بده. from equation 2 and 3 then C over 6A هت equals معانا B squared over 25A squared. نطير دي كده مع السكويرنج, يبقى زين ده تايمز ده, يعني 6B squared equals 25AC. وطبعا ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو عايزه. شوف اللي بعديها, يقول لي لو التو روتس للايكويجن دي ار بوزيتيف والريشيو بتوين ذم 2 تو 3 فايند البي. اي مساله من المسائل دي يجيب لي فيها ريشيو انا بعتبرها سهل. يبقى هنقول ان التو روتس 2L و3L, يبقى كونسيدر that the two roots are 2L and 3L. اوكي, نعرف يلا الـ A. الـ A عندي بكام؟ بـ 8. الـ B عندي بكام؟ نيجاتيف الـ B. الـ C عندي بكام؟ بـ 3. ده انا عندي الـ A وعندي الـ C, ممكن اخش اجيب الروتس على طول. اوكي, يبقى since ان الـ L times الـ M equals ال C over ال A, then 2L times 3L هت equals ال C عندي ب 3 وال A عندي ب 8. يعني ممكن نطير ده بعد كده, يبقى then 2L squared equals 1 over ال 8. نجيب دي هنا, يعني ال L squared equals 1 over 16, اللي منها ال L عندي هت equals positive negative root 1 over 16 which is positive negative 1 over 4. وهو بيقول لي ال 2 roots are positive, يبقى then ال L equals 1 over 4 as L equals 1 negative 1 over 4 is rejected. طيب لما يكون عندي ال L 1 over 4, يلا نجيب ال 2 roots, then ال 2L عندي هت equals 2 times 1 over 4 اللي هي 1 over 2, وال 3L هت equals معايا 3 times 1 over 4 اللي هي 3 over 4. احنا عايزين نجيب نيجاتيف ال B, نجيبها بالسم, since ان ال L plus ال M اللي هما 2 roots بنيجاتيف B over ال A, then عندي واحد منهم بهاف, التاني عندي ب 3 over 4 هت equals نيجاتيف ال B. ال B عندي ب نيجاتيف B, يعني نيجاتيف نيجاتيف B بوزيتيف B. ال A عندي ب 8, يعني معنى كده ان انا عندي هنا 4 divided 2 يديني 2 times 1 ب 2, 2 plus 3 هت equals معنى هنا ال B over ال 8. 4 divided 4 يديني 1, 8 divided 4 يديني 2, 2 times ال 5 تديني 10, يبقى ال B عندي equals كام؟ equals 10. problem 24 بيقول لي if the sum of the two roots of the equation D equals the product of its root. عايز ال value of A. سهلة جدا, ان هو كده ربط لي المسألة كلها بالcoefficients ديت. ليه؟ لان انا عارف ان ال L plus ال M equals كام؟ negative B over ال A, وعارفين ان ال L times ال M equals C over ال A, وهو بيقول لي ان السم بي equals ال product. يبقى since ان السم بي equals ال product, يبقى then negative B over ال A
هي ايكوالز معايا سي اوفر الاي، يعني ده كده راح مع ده كده، يعني النيجاتيف بي ايكوالز السي. يلا نعرف الاي والبي والسي، مش محتاجين الاي لان انا عندي ريليشن فيها بي وسي. يبقى انا عندي البي بكام والسي بكام؟ البي عندي ب3a ماينس ال1، والسي عندي ب a سكويرد بلس ال1. يبقى سنس ان النيجاتيف بي ايكوالز السي، يبقى زين نيجاتيف 3a ماينس ال1 هت ايكوالز معانا a سكويرد بلس ال1. يبقى نيجاتيف 3a بلس ال1 ايكوالز معانا a سكويرد بلس ال1، 1 راح مع ال1، يعني ال a سكويرد بلس ال 3a ايكوالز 0. ناخد ال a كومون، وعندي هنا ال a بلس ال 3 ايكوالز 0، يبقى ال a عندي هت ايكوالز 0 اور ال a بلس ال 3 ايكوالز 0. يبقى يا اما a هت ايكوالز 0 يا اما a هت ايكوالز نيجاتيف 3. Problem 25 يقول لي find the satisfying condition such that one of the two roots للإيكويجن دي is double the other roots. يعني إيه العلاقة اللي هتحكم الـ A مع الـ B مع الـ C اللي هتخلي واحد من التو روتس دول دبل التاني؟ تمام؟ طيب لما يكون روت دبل الـ other، هو أنا عندي الـ L والـ A والـ M دول التو روتس، هو بيقول لي عندي واحد دبل التاني. يعني إيه دبل التاني؟ يعني هي equals 2M. يبقى انا لما اجي اشتغل في المسائل هشيل ال L واحط مكانها 2M. ال A عندي ب A وال B ب B وال C ب C. يبقى هنقول كده since ان ال L بلس ال M equals negative B over ال A، نشيل يلا ال L ونحط مكانها ال 2M بلس ال M هت equals negative B over ال A، يعني 3M هت equals نيجاتيف ال بي اوفر الاي، نجيب ال 3 تحت، يعني الام هت ايكوالز نيجاتيف ال بي اوفر 3 اي، ودي عندي اول ايكويشن. في الايكويشن الثانيه برضو هجيب الام واساوي الاثنين ببعض. طب الريليشن الثانيه اللي هي ال تايمز الام بسي اوفر الاي، والال عندي بكام؟ ب 2 ام تايمز الام ايكوالز سي اوفر الاي، يبقى 2 ام سكويرد بc over ال a، يعني ال m squared هت equals c over ال 2a. دي كده equation 2. انا عايز اسوي الايكويشن دي بالايكويشن دي، ما ناخدش الروت هنا عشان ما يطلعش عندي روت للسيمبلز دي هيقرفني. امال اعمل ايه؟ اعمل squaring لايكويشن 1. يبقى squaring equation 1 يبقى زين لما اعمل squaring هنا يبقى m squared هت equals b squared divided 9a squared، ونخلي دي 3. from 2 to 3 يبقى ده equals ده. يبقى from equation 2 and 3 then c over 2a هت equals b squared over 9a squared. ال a دي تروح مع ال squaring ده، ده times ده equal ده times ده، يبقى then 2b squared هت equals 9ac. هو ده الكونديشن اللي بندور عليه. يبقى نختم المسألة ونقول the satisfying condition is 2b squared equals 9ac. المسألة اللي بعديها الكونديشن اللي هيخلي واحد منهم اكزيدز الاذر باي 3. التروتس عندي ال وكام؟ وام. يبقى واحد منهم هي ايكوالز الثاني بلس مين؟ بلس 3. يبقى احنا هنشيل ال ال ونحط مكانها ام بلس 3 واشتغل المساله. يلا الريليشن بتاعتي ال بلس ام هت ايكوالز نيجاتيف بي اوفر الاي، يعني ال L اللي هي M بلس ال 3 كلام ده بلس ال M equals negative ال B over ال A، يعني ال 2M هت equals negative B over ال A. الكلام ده كام؟ minus ال A minus ال 3 ندفايد over 2، يبقى ال M عندي هت equals negative B over 2A
الكلام ده ماينس ال 3 اوفر ال 2. لان لما اجيب ال 2 بجيبها هنا وهنا. دي كده اول ايكويشن. وانا عندي الريليشن الثانيه ال تايمز الام بسي اوفر الاي، والال بكام؟ بام بلس 3. يبقى ام بلس 3 تايمز الام سي عندي اوفر الاي، يعني ام سكويرد بلس 3 ام ايكوالز معانا سي اوفر الاي، ويبقى دي ايكويشن كام؟ ايكويشن 2. لما نيجي نبص للمساله دي، لو عملت سكويرنج هنا مش هعرف اسوي ده بده، يبقى ما قداميش غير السبستيتيوشن، اسبستيتيوت فروم 1 ان 2. يبقى سبستيتيوت فروم 1 ان ايه؟ ان 2. نشيل كل ام ونحط ايه الفاليو دي. يبقى هنا نيجاتيف بي اوفر 2 اي، الكلام ده ماينس 3 اوفر 2 سكويرد، هيبقى بلس 3 تايمز نيجاتيف بي اوفر 2 اي ماينس 3 اوفر 2، الكلام ده هيكوالز سي اوفر الاي. هي طويله شويه بس يلا نعمل سمبليفيكيشن مع بعض. يلا نفك الفيرست سكويرد، هيديني نيجاتيف بي سكويرد اللي هي بي سكويرد، 2a سكويرد اللي هي 4a سكويرد، بلس توايس الفيرست تايمز السكند، الفيرست والسكند نيجاتيف، نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف بلس 2 تايمز 3 في 6 تايمز ال b في 6b، يبقى 6b ديفايدد ال 4a. هنا ده سكويرد اللي هي بلس 9 اوفر ال 4. ناخد بالنا هنا 6 ديفايدد 2 يديني 3، و 4 ديفايدد 2 يديني 2. الكلام ده هيبقى ده تايمز ده، يعني ماينس 3b اوفر 2a، الكلام ده هيبقى ماينس 9 اوفر 2 هي ايكوالز c اوفر ال a. ده كده راح مع ده كده 9 اوفر 4 و 9 اوفر 2. 9 اوفر 2 لو عملنا تايمز 2 وتايمز 2 تبقى 18 اوفر ال 4، يبقى ده ماينس ده ب 9 اوفر a ال 4 اللي هي هتديني b سكويرد divided 4a squared، الكلام ده هيبقى minus 9 over 4 equals كام؟ c over a. ناخد هنا 4a squared common denominator، 4a squared divided 4a squared ب 1 times b squared ب b squared، ده divided ده ب a squared هيبقى negative 9a squared، الكلام ده هي equals c divided ال a. ال a تروح مع ال squaring، يبقى ده تايمز ده equals ده. يبقى ال satisfying condition then satisfying condition is هنا هيبقى ال 4ac هي equals b squared minus 9a squared. problem 26 بيقول لي find the value of a which makes the sum of the two roots in the equation d equals the product للتو روتس للإيكويشن دي. سهلة أوي، لأن السم في الإيكويشن 1 دي بيكوالز إيه؟ هنعتبره مثلا ال1 بلس الام1 هي إيكوالز نيجاتيف بي أوفر الإيه؟ النيجاتيف بي بكام؟ نيجاتيف الكلام ده اللي هو إيه بلس الفور، الإيه عندي بكام؟ ب1، يبقى هيديني كام؟ هيديني إيه بلس الفور. طيب البرودكت هنا اللي هو ال2 تايمز ام2 هي ايكوالز سي اوفر الاي. طب السي هنا بكام؟ السي هنا بايه سكويرد، الاي عندي بكام؟ ب2، وهو بيقول لي ان ده ايكوالز ده، نخلي ده كده 1 وده كده 2، سينس ان ايكويشن 1 ايكوالز ايكويشن 2 يبقى زين اي بلس ال4 هت ايكوالز اي سكويرد ديفايدد 2. نودي 2 هنا بالمالتيبليكيشن هنا وهنا، يبقى عندي 2a بلس ال8 هي ايكوالز معانا a سكويرد، نجيب دول هنا يعني ال a سكويرد ماينس ال 2a ماينس ال8 ايكوالز كام؟ ايكوالز 0. طبعا 2 تايمز 4 يديني ال8 والديفرنس يديني ال2، يبقى عندي a ماينس ال4 وعندي a بلس ال2 ايكوالز 0. يبقى ايزر عندي ان ال a ماينس ال 4 ايكوالز ال 0 اور ال a بلس ال 2 ايكوالز ال 0. من هنا ال a هت ايكوالز ال 4 اور
ال a عندي هنا هت equals ايه negative 2. المسألة اللي بعد كده بيقول لي discover the error. بيقول لي if the product of the two roots للإيكويجن دي is 12 find the value of k. عندي منى جاوبت إجابة ونورة جاوبت إجابة. منى قالت إيه؟ قالت أنا عندي البرودكت بتاع التو روتس ب 12، دي حاجة جميلة قوي لأن أنا عارفة إن البرودكت ب C أوفر الـ A، والـ C عندي هنا بـ K والـ A عندي بـ 1، يبقى K أوفر الـ 1 إيكوالز 12، يبقى K بـ 12. هي معتقدة إن إجابتها كده سليمة. طيب نورة عملت إيه بقى؟ نورة قالت لأ، أنا علشان أحدد الـ C والـ A لازم الايكويشن بتاعتي السكند اوردر تبقى على الستاندرد فورم اللي عندها بقدر احدد الاي والبي والسي، وفي الحاله دي لازم تكون بتيكوالز زيرو. فراحت نوره موديه ال2 هنا بالاوبزيت ساين تبقى نيجاتيف 2، وقالت ان انا عندي السي كلها كي ماينس 2 والاي ب1، يبقى كي ماينس 2 اوفر ال1 ايكوالز 12، يبقى الكي ماينس 2 ايكوالز 12 والكي ايكوالز 14. انهي الاجابه السليمه؟ طبعا اجابه نوره هي السليمه، علشان ما ينفعش نحدد الاي والبي والسي الا لما يكون الرايت هاند سايد بكام؟ بزيرو. يبقى which answer is correct؟ يبقى نوره's answer is correct. ليه؟ because we must determine the coefficients a و b و c when the right hand side of the equation equals zero. اوكي okay. طيب يلا اللي بعديها نشوف مجموعه من المسائل الجميله جدا. بيقول لي choose the correct answer from those given. بيقول لي if 2i is one root of the equation دي، يبقى انا عندي ال L بكام؟ ب 2i. طيب ال M يبقى بكام؟ احنا قلنا لما يكون عندي روت عبارة عن كومبلكس نمبر، الروت التاني لازم يكون الكونجيجيت بتاعه. الكونجيجيت بتاع ده كام؟ الكونجيجيت بتاعه نيجاتيف 2i. تمام؟ طيب بيقول لي where coefficients of its terms are real numbers، يعني الـ A والـ B real. Then all the following are true except ايه؟ كل دول اجابات سليمة ما عدا ايه؟ يلا نبص. الـ other root is negative 2i، صح، دي صح كده. The sum of the two roots equals zero، ده بلس ده يديني zero، يبقى فعلا دي سليمة. The product of the two roots equals كام؟ equals negative 4. ازاي الكلام ده؟ بقى انا عندي 2i times negative 2i دي negative 4. يلا نشوف هنا هيدي negative 4 times i squared، والi squared ب negative 1، يعني negative 4 times negative 1 تديني كام؟ تديني 4. يبقى هي دي الإجابة اللي أنا هختارها، يعني الحل عندي هنا اكسبت ايه؟ اكسبت سي. سي هي اللي غلط. يلا نشوف دي الديسكريمينانت اوف ذا ايكويشن لازم يكون عشان عندي روتس كومبلكس. اوكي؟ يبقى الحل عندي اكسبت سي. اللي بعديها تو ايفاليويت ذا ريل فاليوز اوف بي وسي، هنا ات از سفشنت تو هاف، يكفي ان انا اجيب ايه؟ ناخد بالنا يا جماعه، هو عايز البي والسي. أنا عندي الـ A هنا بكام؟ بـ 1، الـ B عندي بكام؟ بـ B، والـ C عندي بكام؟ بـ C. هل عندي في ريليشن تضم الـ B والـ C؟ مفيش. الريليشن بتاعت الـ L بلس الـ M داخل فيها الـ B والـ A مع بعض، والـ A معروفة. أوكي؟ فهعرف الـ B. والريليشن بتاعت الـ C والـ B بتجمع لي الـ L تايمز الـ M. يبقى انا لازم اعرف البرودكت بتاع التروتس واعرف برضو السم بتاع التروتس. يبقى انا عندي it is sufficient to have the real roots sum equal 6 only. هل يكفيني ان انا اجيب السم؟ لو عرفت السم هجيب البي، لكن مش هعرف اجيب السي، يبقى دي ما تنفعش.
طيب اللي بعديها one of the roots equals 3 plus i only. ناخد بالنا هو انا لو عرفت ان واحد منهم 3 plus i يبقى التاني كام؟ 3 minus i. يبقى انا كده عرفت واحد والتاني، ومن الاتنين دول هنعرف نجيب ال l plus ال m ونجيب ال l times ال ايه؟ ال m. يبقى الكونديشن ده is sufficient enough to have ال b وال c. نمبر سي بيقول لي A و B، لا احنا sufficient B only، وعندي هنا nothing of the previous طبعا لا. اوكي خدت بالكم من دي؟ يبقى انا لو عرفت بس complex root اقدر اجيب ال B وال C. المثال اللي بعد كده بيقول لي if the opposite figure represents the curve of the function، الفانكشن دي يبقى ال B plus C over A equals A. يعني اكنه بيقول لك هات لي ال A وال B وال C ونعوض فين؟ في الريليشن دي. اعمل ايه؟ نبص يلا على الكيرف. ملاحظين ايه على الكيرف؟ الكيرف ده بتاع سكند اوردر ايكويشن، واحنا عارفين ان البوينتس اوف الانترسكشن مع الاكس اكسس دي عباره عن الايه؟ عباره عن الروتس. يبقى اول روت عندي اهو ادي ال ال وادي مين؟ وادي الام. يبقى ال ال عندي ب 2 والام عندي بكام؟ ب 5. طب ال ال بلس الام بتيكوالز ايه؟ نيجاتيف بي اوفر الاي، والال بلس الام يعني 2 بلس ال5 هتيكوالز نيجاتيف بي اوفر الاي، يعني ال7 هتيكوالز نيجاتيف بي اوفر الاي. ادي كده اول ريليشن. الريليشن الثانيه ال تايمز ام بي سي اوفر الاي، ده معناه ان 2 تايمز ال5 هات equals C over ال A، يعني ال 10 هات equals C over ال A. دي كده 2. نلاحظ ايه؟ هو طالب B plus C over ال A. هي ال B plus C over ال A دي عبارة عن ايه؟ دي اكنها B over ال A plus ال C over ال A. هو انا ال B over A اجيبها منين؟ اجيبها من هنا. انا النيجاتيف بي اوفر اي ب 7 يبقى البي اوفر الاي بكام؟ بنيجاتيف 7، والسي اوفر اي ب 10 يبقى نيجاتيف 7 يديني كام؟ يديني 3. المساله اللي بعد كده بيقول لي ذا برودكت اوف ذا روتس اوف ذا ايكويشنز دي ودي ودي ايكوالز اي. لو جينا نفسر المكتوب اللي هو البرودكت بتاع الروتس للايكويشن دي، يبقى انا لازم اجيب الروتس هنا وهنا وهنا، وبعد ما اجيب الروتس هنا هجيب 2 روتس وهنا هجيب 2 روتس وهنا هجيب 2 روتس، اعمل لهم كلهم برودكت. ده معنى الكلام اللي مكتوب. لكن في المساله دي هو يقصد حاجه ثانيه، وفي كلمه ناقصه هنا اللي هي برودكت، اللي هو البرودكت للروتس برودكت للايكويشنز دي كلها. تمام؟ يبقى احنا هنطلع البرودكت بتاع الروتس لكل ايكويشنز من ايه؟ من دول. هنا في ايكويشن 1، ان ايكويشن 1 ال تايمز ام هيكوالز ايه؟ سي اوفر اي. ان ايكويشن 2 ال ال تايمز الام هيكوالز السي، هنا فيها كام؟ فيها ايه؟ والاي فيها كام؟ فيها بي. طيب ان ايكويشن 3 ال L times ال M هي equals هنا عندي B divided C. يبقى البرودكت بتاع الروتس برودكت equals A، يبقى then the product of الروتس برودكت هي equals معانا C over ال A times A over B times B over C. ده راح مع ده وده راح مع ده وده راح مع ده، تديني كام؟ تديني 1. المساله اللي بعد كده بيقول لي اف اكس 1 واكس 2 ار ذا تو روتس للايكويشن دي، وبيقول لي ان الاكس 1 ليس ذان 0 ليس ذان اكس 2. يعني ايه الكلام ده؟ افهم الكلام ده ايه؟ نفهم من الكلام ده ان الاكس 1 ده نيجاتيف والاكس 2 ده بوزيتيف. يبقى انا عندي روت نيجاتيف وروت بوزيتيف. ايه كمان؟ بيقول الابسولوت فاليو للاكس 1 جريتر ذان الابسولوت فاليو للاكس 2. نفهم من كده ايه؟ نفهم ان النيجاتيف كوانتيتي از جريتر ذان البوزيتيف كوانتيتي.
يعني مثلا ال x1 could be مثلا نيجاتيف 9. لو نيجاتيف 9 ما ينفعش ال x2 يكون 10. ليه؟ لان الابسوليوت بتاع النيجاتيف 9 هيبقى less than الابسوليوت بتاع كام؟ بتاع ال 10. يبقى لو ال x1 بنيجاتيف 9 لازم ال x2 ياخد بوزيتيف فاليو اقل من الايه؟ من ال 9. يبقى 8 7 and 8 and so on. تمام؟ ولو ده مثلا لو خدنا ده 100 يبقى ده لازم يكون نيجاتيف 101 102 and so on. طيب بيقول لي بعد كده which of the following statements could be true؟ مين هنا ممكن يكون سليم؟ طب ناخد بالنا، هو لما يكون عندي واحد نيجاتيف وواحد بوزيتيف يبقى الصم عندي هيكون كام؟ يبقى ال x1 بلس ال x2 هي ايكوالز ايه؟ نيجاتيف كوانتيتي بلس بوزيتيف كوانتيتي، والنيجاتيف الابسوليوت بتاعه جريتر زان البوزيتيف يبقى لازم هيديني نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف كوانتيتي. يعني ال x1 بلس x2 لازم يكون less than 0. احنا هنا شايفين x1 بلس x2 جريتر زان 0، يبقى دي شكرا مش معانا. طب يلا نجرب حاجه ثانيه، هو انا الصم بتاعهم بيكوالز ايه؟ احنا قلنا الصم هنا ايه؟ less than 0. الصم ده بيكوالز ايه؟ الصم ده اللي هو نيجاتيف بي اوفر الاي. يبقى انا عندي نيجاتيف بي اوفر ايه less than 0 تمام، وانا عندي هنا نيجاتيف ساين. يعني لو الاي خدت نيجاتيف فاليو هيبقى نيجاتيف ديفايدد نيجاتيف هيديني بوزيتيف، يبقى مستحيل الاي تبقى نيجاتيف، يبقى برضه هنكنسل ايه؟ هنكنسل دي. يبقى قدام الاختيارين دول، طب يلا نبص على البرودكت، اكس 1 تايمز اكس 2 هيكوالز ايه؟ نيجاتيف فاليو تايمز بوزيتيف فاليو اللي هي هتيكوالز ايه؟ هتيكوالز نيجاتيف فاليو. يبقى انا عندي الاكس 1 تايمز اكس 2 less than 0 عشان نيجاتيف فاليو. طب هما بكام؟ بسي اوفر الاي، يبقى السي اوفر اي less than 0. نخلي ده كده 1 ونخلي ده كده 2. يبقى انا ضامن ان ده نيجاتيف وده نيجاتيف. لو قلنا ملتبلاي انيكواليتي 1 اند 2، الناتج لازم يكون ايه؟ لازم الناتج يكون جريتر ذان الزيرو. يبقى ده تايمز سي اوفر الاي لازم يكون جريتر ذان الزيرو، لان النيجاتيف تايمز النيجاتيف يديني ايه؟ يديني بوزيتيف. طيب يلا نفسر دي، يبقى نيجاتيف بي سي اوفر الاي سكويرد جريتر ذان الزيرو، نودي دي هنا بالمالتيبليكيشن، يبقى نيجاتيف بي سي جريتر ذان الزيرو. احنا عايزين البي سي، يبقى نعمل تايمز نيجاتيف 1 ونعكس الكونسترين، يعني يبقى بي سي less than الزيرو. يبقى هنختار ايه؟ نختار دي. يلا نشوف اخر مساله معانا، بيقول لي find the value of a which makes the two roots of the equation d are different in sign. يعني واحد بوزيتيف والتاني نيجاتيف، امتى نقدر نضمن ان التو روتس ار ديفرنت ان ساين؟ لما يكون البرودكت بتاعهم ال تايمز ام less than الزيرو، صح ولا لا؟ يعني since ان التو روتس ار ديفرنت ان ساين then ال ال تايمز ال ام less than الزيرو. بس احنا هنا لازم ناكد على حاجه، علشان يكونوا different in sign لازم يكونوا real roots، ما ينفعش يكونوا complex، لان الcomplex عندي بيبقوا conjugate. الconjugate مش different in sign، ده الconjugate different في الجزء بتاع الimaginary part بس. يبقى احنا لازم نحدد الانترفال اللي فيها الاي دي لو عوضنا بيها تديني ريل روتس. يعني ايه؟ يعني لازم احدد الانترفال اللي فيها الديسكريمينانت جريتر ذان الزيرو قبل ما اشتغل الشغلانه دي. طب الديسكريمينانت كان بيكوالز ايه؟ الديسكريمينانت كان بيكوالز معانا بي سكويرد ماينس ال 4 اي سي. طب البي سكويرد بايه؟ 2a minus 1 squared minus 4 times الـ a عندي بـ 3 times الـ c عندي بـ a minus 4.
اللي هي الفيرست سكويرد 4a سكويرد ماينس 4a بلس 1. الكلام ده هيبقى ماينس 12a، الكلام ده هيبقى بلس هنا 48. يبقى انا الكلام ده هيكوالز معانا 4a سكويرد ماينس 16a، عندي هنا بلس ال 49. هو انا الاكسبريشن ده لو هعمل له فاكتورايزيشن باي كومبليتنج السكوير، ال 16 دي هتيكوالز ايه؟ توايس 2 تايمز روت ال 4 ب 2 تايمز ايه كمان؟ تايمز 4. ال 4 دي السكورنج بتاعها بكام؟ 16. يبقى انا ممكن اقول الاتي، اقول ده هيكوالز معايا 4a سكويرد ماينس 16a. انا محتاج 16 علشان اكمبليت السكور في الحته دي، هيبقى بلس 16. يبقى كام من ال 49؟ يبقى 33. الجزء ده لوحده بيرفكت سكوير هيديني ايه؟ هيديني كده، هيكوالز 2a ماينس ال 4 اول اوفر سكويرد. يلا نتاكد اهو، توايس الفيرست هيبقى 4a سكويرد ماينس توايس الفيرست تايمز السكند هيبقى 2 تايمز 2 يديني 4 تايمز 4 يديني 16 بلس السكند سكويرد اللي هي كام؟ 16. الكلام ده هيبقى بلس كام؟ 33. لما نيجي نبص للاكسبريشن ده، ده عندي بيرفكت سكوير يبقى اولويز بوزيتيف، بلس بوزيتيف فاليو يبقى لازم الاكسبريشن ده او الديسكريمينانت يكون جريتر ذان ايه؟ الزيرو. يبقى انا كده اطمنت ان اي فاليو للايه اعوض بيها في الايكويشن دي هتديني ريل روتس. يبقى نيجي نكمل هنا بقى، احنا قلنا ان المالتيبليكيشن لسه زيرو. طب المالتيبليكيشن ده عباره عن ايه؟ عباره عن سي اوفر الاي لسه زيرو. طب السي بكام؟ هنا هنقول سينس ان ال تايمز الام لسه زيرو يبقى السي اوفر الاي لسه زيرو. طيب السي عندي بكام؟ السي عندي بايه؟ ماينس 4 والاي ب 3، يبقى الاي ماينس 4 ديفايدد 3 للزان 0. نودي ده بالمالتيبليكيشن، يعني الاي ماينس ال 4 للزان 0 ده يجي هنا بالبوزيتيف ساين، ده معناه ان الاي للزان ال 4 والاي للزان 4 يبقى على طول الاي بتبلونجست انترفال من اول النيجاتيف انفينيتي لحد ايه؟ لحد ال 4. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الليسون. لسون من الليسونز المهمة جدا جدا، مجموعة المسائل اللي فيه أفكارها كلها سهلة، اتدربنا على كل الأفكار وعرفنا إزاي نتعامل مع كل مسألة. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم إن شاء الله.